وقتي هرتا هكذا كو بلو اعضالي دي حريري مركز ايضا لما يسنى صلاة دي هركنا انت اسمحي ماذا يحدثه وحبك الله وما في بين غنية ما في بين غنية مركا مغير ودخول الوقت هي والموالات ما للدائم حدث الله شرطيا وقت يوم قلي هي حرير ويسد نحن دول الحرير شو هي ويسد يا سلام دول الحرير شو بل للدائم حدث مثل مثلا بحدث كيسو دائم كي يهي يا الله شرطيا وقف كاس كايز كاس عطف اما تحرض كاس عطف اما قبل يديك كاس عطف هو يا الكاس فيه فصله نواقض الوضوء اذا مكت ويسد يا حتى انا صامرني الا ويسيستي وحبرون هيا يكون شيء نواقض الوضوء ويسد واحد بريا أربعة أشياء أفر شيء وين مركي أبي ويسد ستي سدي هذا كامل كاهيد الله سومر شروط أنا له لي أركان تين له لي ويسد واحد كبر نواقض الوضوء أربعة أشياء أفر شيء بويسد بريسة الأول وكان هراء الخارج بابريا كي صباحي من أحد سبيلين لبلا طريق مت كوتيك صباحي أحد سبيلين كاسومي قبول الأخ قبل وهو كل مياه ذكر كرجة يفرجها هواك يقول لبضه كل منها يا إذن كان قبله قارن وح إليه قبل ما يفرجها هواك كل يوم قاسية لكن راجع وح لبضه وهو كل مياه إذن كان الخارج بابريا ويسبي من أحد سبيلين وحان أرنو سيدك لا هذا وإسكت عبد بيو بنات له معقول المعنى معها وتعبد وح الواد وصغير وي ويه وح ذو معني سأد جرني سماها لكن واسيدي النصوص تيجيو بقى مثلا باللوغو تاقي العبادة دو دن نصهم بقى اللون راحة إلا يضو واحد متراعي ومالهن أما اجتهادية الخارج بقى اللي يرى هذا مثلا بكان هراء الأول وكان هراء الخارج ويه كان صباحي من حديث سبيلين كان صباحي من قبول كان صباحي أو دبري ريح بابريسة أو خارج في هورا كبدي الخارج بابرية ريح بابريسة ناف أو غيره بابرية او وحداتها لو كايدي يا سحربي يا مثلا بدوت يو وحي لمدا وحداتها سالدي مثلا بسالدي يا وحا صدن ريح بابريسا او نافا او غيره بابريا الا المني يبوي مني الموي مني مثلا بابريسا ويسد لكن هذا رب مو تكون كريسي هنا غبيسه تماهن او ما نحكي باي ما هي ابو حتى اسك فديو ساو فديا يا تفكرتي هذا سيحتو من هريا كنت ما دو هذا هرده لفتي بابريسا تاس معها وهو يعرض كفر ليه سيدانا يا تفكر سمايك شهودي ما كاتب ويسدي كلام برين هذا ما تكون كتب وين القبيس تو إلى جنابة كوكو طيب مركان مهويري أو ويسد يلو ما بريسة واحد بريء لا ذا واحد كله الخارج ما بريء من صباح من حد سبيلين لا بلا طريق طريق هري طريق قدام من كل وحي كصباح يا بريء من قبول المثل بكصباح أو دبري كصباح هي حب بريسة الخارج ده هو كم دلو ريح بابريسة نافع كاتمين ويكابري سحرة كاتمين ويكابري أو غيره أو وحي عن ريح هاي نافع عن هاي غيره إلا المنية بوين مني دي موين مني دو أيضا مبرون أيسو لكن هذا ما نعبع كايقم هايو وين أبقوا بيستو ساس ويا أساني كالبات أو ويسال بريا زوال العقل عقل وزولوي بالنوم هرتا كزولي أو غير هرتا غير كياد أو والية كزولي إلا نوم قاعد مدفن يهردد اسمه هاري وويسد كبري قاعد كاس أو ممكن مكانيي مقعده مكان فنيسة من الأرض أرض المكانيي وحاكلو ويسد بريو كيري عقل وكازولة بالنوم كزولي وصيحتي وحال لا داي وبريسة مثلا بويسد العيناني وكاوسه فمن نام فليتوضا هجزك واكيها لبدا يندود بان ليري ودبدا حرق جير حرق دبدا كحروي سيدا دراد دي القف كي سيحدا هو يسيستو مركي آس سيحة تي حرقي وافرت سوما إلا وحلا يدبال حرقي الوائن به مركي آس سيحة وافرت مثلا بحرقي فمن نام فلية والله ساسي حديث كي مركا زوالو العقل عقل قو زولي بالنوم بكو زولي أو غيره بكو زولي نوم رسمي الله غير كاس وواه اللي قفك وواه شيء ويسديس وابريسا هذه آس سيحة تره وابرتي هرده ده مرك مثلا بمركا هرده يا نعاس باكل كده نعاس وحب بريال اللي يراد لكن هرده بريسة لا والله ده حد كون حياة واحد ويجي نعاس كا وابيار الله تلو هذا الكتاب كواد مغليسة لكن وحب مكلا سوء عيسي هذا الكتاب بعنو مكلا سوء عيسي نعاس بقى اللي يراد كا والله وحب بريال اللي يراد هرده بنا على ما ده واحد كمده ريو كله هذه بر ريو تي واسحة
marka haba yaraato hurdadu ha gaabnaate mar haddii masalan ba aad seexato hurdadu masalan saa weysadaad waa burtay markaa muxuu yidhi ilaa noo maqaacidin mid fadhiya hurdadiis mooye oo aan burinaynin waan qaacidsaan u fadhiya wa u fadhiya haddii u fadhiya kaasoo mumakini makaniya maqcadahu min alardi makaanu fadhigiisana weliba ardada makaniyey saasaan hadda u fadhiya oo kale weyn haddii magcadkaaga usa ardada makansanay maya masalan waxbaad saa ugu tiirsanta markaad dabadaan ina dhulka waa ka yara kacsanta taas maya saanoo kalaata oo lugtaa ku taagan maya hurdadaas aad seexata waa kaa burinaysaa waxaa la rabaa dabadaadu inay dhulka sidaa u hayso oo ay u muuqata inaan wax ka soo bixi karin dhinac dhinac baa saa u tahay maya waxaasoo dhan maya mumakanin makaniye magcadoo makaanu fadhigiisa mila ardi waa seexnayo waa quurinayoo salaadiina waa iska galnay ama nabigu uu seexdo quuraa ka maqlo salaadii wau galay saas nabiga asaga kumaba jiraba asaga wuxuuba yidhi ba waxaa seexday dhahayga qalbiga iyagu ma seexdo ayagoo hurdadu kama biriso ambiyada salaadaba weysadaba markii ayaga qalbigooda kuma seexdo indhahoodaa seexanayay marka adiga kale masalan boqoladii kale oo sidaaseeda salaadaan iska galnay ayadoo madaxa ayagu raaraxsamay ama aan quurinay waxay ahayd masalan bawaataad garanayso saas buu ahaa magcadkaas wuxuu ahaa mubakinkaas ninkaa raggaa fadhiyayoo sidaa hadda aan u fadhiyo oo kale u fadhiyey buu ahaa ilaa nowma qaacidiin oon ayadu burinay kii hurday hurdadiisii kii fadhiyay hurdadiisii oo burinay maahane maqaacidkaasoo mumakinin makaniyey magcadahu makaanu fadhigiisii min alardi athaalithu kan saddexaad oo waysada buriyaa iltiqaau basharatayn rajulin iyo wa imra'atin nin iyo naag labadood bashar kulankood weeye nin iyo naagaasoo kabiirayni waa weyn ajnabiyayni aan waxba isku ahayn min kayri xaylin ay kulmaan wuxuu ku yihi iltaqi kulan istaabasho iltiqaau basharatayn rajulin iyo wa imra'atin nin iyo naag basharkood istaabashadiis wey jirkoodii oo istaabtay kabiirayni oo waaweyn markay yaryihiin baa ku baxay ajnabiyayni oon waxba isku ahayn markii ay masalan ba ajnabi markii aysan nikaaxoodu aysan isnikaaxsan karin baa ku baxay min kayri xaailina isku taabtaan manci la-aantii ayagoo jirkoodii waxba u dhaxayn marka iltaqaa shardiya haddaan iltiqa la helinin oo aanay istaabanba maya bashar inuu waxa istaabtan yahay baa shardiyahe iligtaasaad ka taabatay ciddii baad ka taabatay timaad ka taabatay meel aan jir ahayn baad iska taabateen waxba jabin mayso rajul iyo imra'a la yidhie laba nin iyo laba naagood waxa iskama jabiyaan kabiireyn baa la yidhie laba sasagiir laba yaryar ama midkood yar yahay waxma jabiyaan kabiirkan marka halkaana qaangaar maaha waxaa la rabaa xaddu shahwo qofku inuu gaaray gabadhaasu waa inay tahay gabar la damaacii karo ama wiilkaas oo yahay wiil la damaacii karo macnaha qof aan mamanay oo bala ahayn eberna aan ahayn iska caradhacay ee dadka caadiga ah haddii gabadha caawa loo guuriyo haddii uu damaacii lahaa unbay weysada jibinay waa qaangaar iyo jiblada ma kala tagaaniyo waxaasiyo ma aha waxaa loo fiirinayaa xadul ishtaho qofkaa waa inuu gaaro xad lagu ishtahayn karo saas weeyaan markaa kabiireynku waa kuwaas ajnabiyeyn waa inay yihiin waxaa ku baxahaya haddii ay yihiin laba qof oo aan nikaax isku qaban oo aan masalan aan isguursan karaynin ayaga waxaad leedahay masalan waxba iska jabin maayaan taabashadooda min kayri xaa'ilin baa shardi ah manci la-aantii marada dusheedaad ka taabatay waxba dhiba male intaas oo dhan waa wada shuruud marka aayadda qur-aanku waa u daliil kow axaadiista dad daliishado oo ay leeyihiin masalan baa waxbaa la taabtay sideeda horta marka la joogo axaadiista waa gacada waxaa loo kala qaadaa qowliyo iyo ficliyo waxbaa la sheegay arrin dhacday baa la yidhi sidaa iyo sidaa haddii arrintu ay tahay qowl looga warramay oo qowli ay tahay arrintaa wixii looga warramay wixii la mid ahoo dhan waa raacsan yihin laakiin ficil hadday tahay ficil saas ahaa dhacay baa la yidhi lama cuskan karo ficiltaas waa gacada ficiliyada usuuligan lamaba xujaysto sababtu waxa weeye waa muxtamiro mar haddii shaygu muxtamil ou soo tadarruqana ma ahan hadda masalan ba tii aad garanaysid oo caaisha ay leedahay lugahaygaan laabahay nabiga igu durdurskanayay lugahaygaan laabahaya waa itaabtay miyaad ku arag waa laabahayi ninka lugahayga uu iska riixay riwaayadda xitaa leh ma lugaheedu miyay diirnaayeen riwaayaddu ma cadday in lugaheedu diirnaayeen mara miyaa saarnay mase waa fiidnaaye marka
واقعه مثلا بفعليه ما بنتن شيخ السير بس هو هي تضرر احتمال بعد تضرره مرنا هدي شيء احتمال تضرره تقد الاستدلال باب اللي يراه سوما يعني يقول سولدي الا دليل شاوي مثلا من ماشي وي كبحث ساس بيا هذا مثلا بحاس كينا وسلاسو حاس كاغو اجنبيه وي اجنبيه وي حاس كا هذا قبل لكن سو ابي كيس قبا محرم كاغ مثلا بوحي كنا وتي وقبست على اسقبتان ما انت ما محرم مثل سلاد كاشف المسبرين ويكاشف من اساميه مايا ويكاشف من اسام مركز طبعا بدان مثلا بقول الدليل سلاج او عايشنا وها وي ما موقف محتاج احتمال بقى مثلا ماشي على تضرغه مره دي احتمال ما كان مالك سواي العدين يسئين اي كركي استارتي مكرو مركب مره ميا صارني ما بنانا يا كان مثلا بمركب اربع دي احتمال ما كانوا ماشي كثر وي وكب مركب ما هاتر على التقاء بشرتي رجل وامراه اني كاس اسكو تابتا اني كما اسكو تابتا اني مثلا بوحا ليداي دمع كجري او دمع اسكو تابتا انا وحفق مكان الله واحكام احكام الوضعيه هي احكام التكليف واكل الله ضمانته قصد شرط وما هذا وحنا كنت ضد ضلاله وما قصدين قصدك احكام الوضع والشغل وكمله وقف انا ده حكم كما مير وبحسنك ورسولك وحكى جرني قف كتاصل احكام التكليف تا يا مثلا بقصدك وحكى ترايه احكام الوضع وحبابك كما ترى هل كان هو احكام الوضع ضمانات من هذا عدد هل كان صدق نجح وترتوق حاجة تجنود الأرك إنه كبره وأنا هذا موجب تلقيه ذنب كمله لكن ضمانته وضمانه تسمى ضمانه تسمى الماء صغير كهذا هذا القص ما لحقوا له توق وضمانه هي لكن ذنب كمله مركا قصد لا أنت إيوه عدم التجليف ك أحكام التجليف تأكل بحدة أحكام الوضع جوا ضمانته وكبر بعضه أحكام ضمانته ضمانته ولا يتوسط ولا هل كان هو أحكام الوضع تسوية وضمانه تسمى هو ضمانه تسمى الرابع كان أفراد ما سوى قبول الآدمي دي آدمي قبول كي استهاب شديد سوية أو حلقة دبوريه دلالة قلال كيدا استهاب شديد سوية ببنين راحة أو كتابتي أو بدون الأسابع أو كتابتي متك أفراد أو قلون هي ويسادة وحاوية قف بني آدم قبول كي استهاب شديد ذكر يا فرج لبال واسكمت أما دلالة قلال كيدا وإنت قرير سري يا تابتي محال كتابتي ببنين راحة على وشك بير كيدا او بدون لا تابع اما فرها بيتكم انت تاتي مسجل كان ملو يمك من هيا دابا لا تابتي اما ذكر كا تابتي واكاجي واقف كلمتكي واقف قنجارة واقف تقديرة فرد مكر الله هنكم متك ان دابا تابتك انت اصلا هو اسكوضا منك مركا ما هو يري ما سو قبل الادمي او حلقة تنبري بالبطل الراحة او كتابتي على وشب بيت كي لا تنات كتابتها شرطية او بدون لا تابع سامركا تسوسارتك عما هاي انت استبوشا وليان سور كان حقا سكسارتا لولا سور على عشر ساسا سكسارتا انت استبوشا مال كمدا هذا كتابتهم بكابري كوا يقفك الكويس واسكمد ساس وليان حكاتك هذا فصل من انت غدا وضوه ويتديس يقفك يبرسي حرم عليه اربعة اشياء هل كان مركي يقفك هذا كوي اصامر تميد كمد هو كوكمي أفرت أن هذا سأمرتي متكبد أمرك يقف في كتمن إيه ويسديس البرتي وح حرام تكان غنية بل وشبي مر أنت قد وضوه ويسديس يقف كي برتي حرام عليه كركي سواها كحرامة أربعة أشياء شيال أفر يا كحرام كحرامة وح ويا مثلا بمرك الولاية هاي وح أسوق عذر منها يا اسم إيوه عدم صحه مرك الويرة عدا إذا أنا أسمع بنارين أسمع يسوع وح أسوق عذر منها يا يوم كان سنكو هذا كنت بابه لا والله تسوق عذر من إلا أنا لازم أبنانا مر بهدي الوجير هذا مر كمان إنت قد وضوه حرم عليه أربعة أشياء أفر شيء باك حرام أصلا تباك حرام هذا هو يسببي إن هذا مثلا بتيمم وتيممي أذكتك حرام بكاتها مر كان سحيصو حرام بكاتها يدين عوها ويواد كذن بابيسا مر كان سحيصو لا والله تسكو ولا صار وضواف باك حرام لكن هذا فاد بدو ظهورين تاي وجوب بيقولي بكونا غريتا ويسواد وي تيمم نواد وي وقت جينا واقرة لو هو دي من ما هي زياره الله سبحانه وتعالى غير شيء الله سبحانه اي والو جوجين لا يا بالك اللي يرادوا زياره بهيتي او زياره دي بيامل اما مال كرابه تكون قودنتو ان بيان لهي غري با لوغو خري بيان كوما يالا ادينا با لوغو خري غري عيد اكو تا يوم تاع حكومه دول واسكت كل تاع فاقد ظهورين با اللي يرادوا واسكت كل ثلاثه تروح تعلن وجوب يقول لك فوتها انا تكتو
الجدار بان كنت يمومن ما جرتو هذا الكتاب كو غاري باطل وي وحو كما جرو جدار عيد كتم وحان عيد هي تيمم كما صحو جدار بان لو تيممودي على حديث كو اركتي جدار دوبا بو واحد جدار دوبا بو تو تيمم بكتا غوري ان هذا الكلاه على تو عيد لمريي وكو تيمم بكتا ما كو دينه وعيد عاديه الا لكن ما حاس يو نور داس يا سيبر بان كنت يمم هيا بين فكما جرو مركه واكر على جدار كلو تيمم هيا وحو جدار كاس عيد ده كتا الصلاه وا كحرامه والطواف باك حرام طوافتي هذا هو يسقمن بريسنا ان الكعبه طوافتها كاسح ما يسوار دبابتها ومصول مصحفي مصحف تابشد باك حرام هي وحمله قالتي كتاب قرانه انا تابته يا حرامك الى قداره وكا حرام لبدوا وحي قران لو ترغل يضل وحبر شواسات روح والله من وكل ارضيا يرى واحد قالها هدي او سنتنا بواحد اللي يدادا اي كل صلاه تمر والبويتيسو ولو عذر دار الإله على الله أوكله ها واحد يري على ضرورة ذا يقول ليه يا اللي يرى هذا بل معلم كلف يساوي على الإله هذه أي كل بكل نقطه إنه مر والبوي تيستو مر مرينا وارد الله مصحى أنا كتاب القرآن كأميريو ويسكهل كان هيا بقى قال كتبت ليه بعدي أي بكل نقطه ويا ده ويسنا دوام كذا ومسلم متحف بحرام كا هي وحمل حبارتي قرآن أو أتابته وكا حرام إلى الحبار تارا وكا حرام مركا حمل جات dib badan buu leeyahay oo waa dadkaayo wuxuu ku xambaaran karaa qofku baa la yiraahdo mata ama shay kale laakiin maqsuudku waa inay alaab tahay kitaabka quraanka iyo kutub kale isku la ridatay oo iska qaadatay ha qasadkaagu laakiin ha ahaado kan marka alaabta lagu xambaarahayo waa alaab intee laar culimadu waxay ku xadeeyeen shay istidbaac ka suuroba weynuu yahay quraanka iyo shaygan wax la israacin karo alaab weyn baad wadataa oo kitaabka raaci karo qaarna waxay leeyihiin inta irbad haddaad kula ridato ama wax la mida oo markaas laakiin qaadashada aad irbada u niyeysato waa iska saxiix laakiin hadda irbada aad ku ridanayso irbada aad quraanka dhex gelinaysa maaha quraanka wax la dhex gelin kara maaha ma jiro xaaraam weeye wax yar iyo wax badan wadaadadu lacagta isaga dhex dhigtaan xaaraam weeye laguma ridi karo quraanka masale waxa weeye shay baad isla gelisay gal iyo wax la mida ama bacyo yaad irbadii ama makiinadii ama waxa ogaagii kale iyo kitaabkii isla gelisay saas ku suuroobi mooye kitaabka quraanka aad dhexdiisa waxaad gelin kartaa ma jiro واحد يريد يحفظ منا لما قال لك انا حرام ما صول متحف بها حرام يا وحمله قايستي ويحرم وحا كحرام على الجنوبي نيكي جنابه كل عضي وهدى عن سومريني سته اشياء افرتي هدى عن سومرني لو لو دري الصلاه بها كحرام اسوي جنابه قبيله صلاه كتكدو او خبيثا تيمو منا وضع حرام كعبد الله دوافا ومصول متحف بها كحرام وحمله بها كحرام وافرتي ولا سوكا سوما والرفض في المسجد بها كحرام هذا جناب قبيلة ساكن كده فريسته حرام بكات وقراءة القرآن بك حرام إن الكتاب قرآن آخر دنا وقرآن آخر دنا أما كتاب كآخر أما درش كآخر وك حرام لا بد بحرام بكين وهو الزيادة مساجد ما تحفظي كتب قرآن ما آخر كتب لا يقرأ القرآن جرم ولا حاجة أنت صار ما يوضع ضاق صار أرتي قرآن ما آخر يوم قبل جناب قبيلة قبل حاجة منه هذا هو ولا يحب اللي يري أنا جاهم بني ملو هو قرآن كيف كلامي هذا أفعل بكير حقيقة كي تنمر كلير بل ما وحن وحن يرى ذلك أنك هذا أبنى إنه قرآن كان أفكر قرآن كان أفكر هيا كبير مركز أسا نقول ضروري مشاعر على أسن غنق المياه مجره ساسوا أيوه قرآن كان جنوب إيا حايد من ما أغري كرو قرآن قرآن بك حرام قرآن هو قصة القرآن إن هذا أخذه لكن هذا الحمد لله رب العالمين وكال هذا أتكتنا هذا وهذا قصة القرآن وأغرينا الحمد لله رب العالمين وقرآن سوما قصة القرآن وأغرين بيسده وحظو أخرية إيسا شكري لما له بال الليل إن دار أو كلام مثلا بقى هذا كنت جاي سيء وحياة مركز هذا قصة القرآن وجهي وحمد من بلام سبحان الله سخر لنا هذا وما كنا لهم مغرين هذا قارئ فوشن أما أوكي هذا ترى هذا اللي يروح جنبه وهذا وجه هذا الذكر جي وحمد من بلام تاس بالليل ويحرم ده هل يحرم وها كحرامة بالحيد بسبب الحيد حيد كسبب تيسا أشرة أشياء حيد كسبب تيسا قبل دي حيد هذا حيد طبعا بايلا كحرام هاد دير كلمة حال كسوة مرتي من أفر بات كسوة مرتي من اللي أيضا طبعا أفر بي زيادة لطح اللي هذا جنوب كيو أفر لو قدره أسرة أشياء باك حرام شيال طبعا أسرة باك حرام ويسن تكن كري هاد يتو كتكان سحي مهي والدواف باك حرام سكت هو ويسن والدواف باك حرام إلي دواف كان سحي مهي هاد يكعب هذا دواف هذه هذا قبدي حاجية ده هيد أو حد كأدي أيضا حد كي كتشي سا حي كلعه حي سمينيسا أعماش عن نواف كهين بي سمينيسا
وحي أن دواف كان أعماش كلام الجدل دواف كان دبا يبنيها مركا حالكو كقوة بيسمين إيسا حفادي من ملاها والدواف باك حرارة ومسعود مسحفي مسحف تابشد يسباك حرامة وحمله قادس تساك حرارة واللفظ باك حرارة في المسجد يكون قاسه فريسك كادح فريسته وقراءة القرآن باك حرامة هذا ارتيا شيئني والصوم باك حرامة ما يسومي كريس هذا يسوم ترى كمان صحاها يو والطلاق باك حرامة إلا فروه كمان دعاس والله فروه باك حرام كا هدي الله فروه لكن وافر ميسا قال بيسكو دبا قدسون وحي الهدي هذا ما سونا فريسي ما فر ميسا داي حايد وطاي حبك ما جراه وابين على يال ويفر ميسا لكن على عاسم نغن هيا هذي يبقى دنبام هيا فري إلا فرام ما بنانا حرام بكسا هذا فرتنا والدبابة سلكي الله فرمي سا هذا حديث فرام من الله صحيحين كان بقى كنت سينو يا عبد الله بن عمر قبلنا حائض الله ما كفري سوء عشاء لي هذا يسفر من مسوء عشاء الله ورالله ويفرمي سا ما هو يفرمي سا وحشي يقول يري ما فرمي سا وحاش يرى ابن تيمية يا ابن قيم لا ولا أصلا شيء جاي وواحد يرى حرام قف كهدو سنة يجوا بحبه وحي سا كمان جرى مرك واحد نغتا لي واحد ذاك أفك كوي عد كوريتي عد كذا بس منه واحد يري معه أو مركز نصوص تيوربان أو يبينيه أحساس بيا محو يلي وكا هذا وضلاغ باك حرام قبرنا إلا فرو لكن هدي لفرو ويفر ميسا أنا دنبابها هي هذه فري والمرور باك حرام مريض وفي المسجد يمرته وقال من لكن إن خافت هذي عبسا تلويسا وهلين تيسا مساجدك إن ديك يا وحوان نعان هذي كعبسا يصغيره نحمرتا وحرام هذا في رجنبكو لبسي قال له دي دي مرور كله مدي دي هذا الجنابة قلتوا مساجد قواني حمر كرتا لكن هذا حساك تلقودي ولبا حدي سيدا مسجد كان نار وكلاو مساجد فيها او ماشا كقوبة يسنها يبدأ لفتي سيكون احتالا فهذا مرة يسا هذا الجنابة قلتوا وحوالي بانا مالها نساد مرتد بس ولبا مثلا مركز وقوبة يسنها يسا ايه سي اهان سي سنة هذا الضرير دا كسو كسو دليل دا كبحضا دين مالي مركز الجنابة قلتوا لكن وين هذا تردد سمين هذا الثالث دا كسو كسو فريق وحي الله سوق على تسوال الله قلتوا تاس مرور معها تاس مرور معها ee waad dhex mesela badh xagala masajid dhex fariisatay bilaa min noqonaysa ee waxa weeye iridaas aad kasoo gashay hadda furano taasa ka gudubtay janaaba aan qabtay haba diba mal gabadha diiga qabtay laakiin ayadu inta ma samayn karto barkay madina tu talwiif weeye in wax ka yimaadaan yaa oo masajid wax ka gaaraan yaa suura gala ayada taas looma ogola mas in gaafada day cabsan baa ku yiri yaa maruurki xaraam ka yahay talwiisa waa halayntiisi wal istimtaa'u baa xaraam ka gabadhi bima bayna surna wal rukba xuduntii labada loo inta u dhaxaysa looga istimtaaco yaa xaraamka in gabadhii diiga qabtay aad xuduntii labada loo inta u dhaxaysa kaga istimtaacdaa xaraam weeye ayana inay iskaanba kaliso kuwa ogolaato intaas inaad masalaba kaga istimtaacdo xaraam weeye nabiga markii la weydiiyey oo la yidhi ninka maxaa uga bannaan naagtiisa wuxuu yidhi maa fawqa lijaariha xadiis hooskuntida wax ka sareeyey يسكنت الحاجة اللي جاهزة الحطات وهم ماشي عصوما ما فوق الإزاز وحو يسكنت يكسر كسر غير حديث كلام حوي اصنعوا كل شيء الذي كان جماعة موية وحكى لكو سمعي مالك اللي ولا حديث تاسا كل مين او حديث كان مورن كريس الجماعة وحانا هاينا وكلا ضمبا سمعينا يا ايو وحي كهو سيئي حدون تاسية فردقة يا اقار كيسا كغير سمساعة يا ايو كنا يا عدين هيا كان كنا فصيرة هيا اصنعوا كل شيء إلا مثلا بما ما فوق الإزار مركي لو يديي بوير وحي حدونتا كسر رأيي أيوه نكو ناكتا وقبا النان مركي دي قبطو مركا حدونتا يلا ماذا لو انت قلنا حيسا وحبه وقبا سمين كرتي جماع هورتا سوا بحرام كو مكا كرانا هذا جماعي مركا لها كان نافتا جماعي بعد العلين كريني أينا إنا إذ كان مكاريسا ما بنانا أبنا إنا دين تاس كتاواتا ما بنانا ساسو إياه مركا انتا هدا عن صامحني رماسي مركا ديقو كقو وحي أنا هين صارك سيدي ممنوع غير قبل يديك يوه كنقع منا أي ميران هدي هذا وديك يوه هيا وحن صوشا يقول سوما ديك يواك أي منا أي ميران انت بحرام يقول سيدي وغيه إلا متك اللي يرى هدو صارك ما هن صارك يلا ميران ويسوميسا أما انت أنك لين أي ميران تم هن الله ما تابن كرو جماعة لكم ما تابن كرو سلاد ما يتكن كرتو سوم مثلا بدو واف ما تابن كرتو بس حل مسحف قراءة القراء وحا كولا واك ولا ممنوع وحن صارك هين وما فتح ما يار مركب يقو كقوض إلا يقو بيستو ناس بيه يار تيمم كشروط يسيب وفصل يهي فاصل في التيمم ده تيمم كيب وفصل يهي صحارة دواتان صنري مقاسد ده
waxa weeyaan nidi waa afar wasaaisheeduna waa afar, afartii wasiilada ahayd ayuu ka mid yahay tayamumku. Oo dee waxaa lagu gaaraa asaga laftiisii salaadii baa lagu gaaraya soomaahan, aaladii wax lagu banaysanayay sida biyahoo kale bay ciiddu ka mid tahay. Marka maqaasiduna maxaa nimi waa wuduu ah, izaalatu nijaasada masalanba waxaad leedahay, qasluljanaabada iyo tayamumka. afarta maqaasidahuna waa afartaas, turaabkuna wuxuu ka mid yahay wasaaisha. shuruudu tayamumi, tayamumka shuruudiisii casharatun toban weeye tayamum ya lamya saabu idindhig adiga shuruud ma u idhiga fasalkaa kala horeeya sax weeye sii dambaa qabsaday. asbaabu tayamumi wakaa tayamumka sababyaalkiisu salaasatu saddex weeye, sabab iyo shuruud maxay kala yihiin. sababta horta waa midda marka horeba keenta in la tayamumaba waxa baneeya ogolaaday weeye sababku. shuruuduna waa markii sababkaa la helo shuruudda loo fiirinhayo, labadoo saasi kala noqonaya. asbaabu tayamumi tayamumka sababyaalkiisu salaasatu saddex weeye, saddexdaasaba midkood unbaa loo tayamuma. faqdulmaa'i weeye ama alawalu kala hore faqdulmaa'i biyo waaistood, biyaad weydayoo xisiyanba waad u weydi maba helaysid, ama sharciyan baad u weydayoo biyo weeyaaniine waxaad ku gadataad weyday wax ku siiyana male, ciduu ku siin mayso lacagaad ku iibsatana ma haysid. waa sidoo kale faqdiga waxaa ka mid a biyaha bilkuliyati ma heli mayso, ama biyahaad helaysaa biyo weyse gala maaha, waa musabal oo kale. biyaha cabidda loogu talagalo kuwaa talaajada iyo hadda cagagan cabidda loogu talagalayo kuwaasoo kale weeyaan biyahaad helaysaa. marka biyihii maba helaysid ama kuwaad helaysaa waa musabal ama qasbi, kuwa booliyahaad helaysaa ee wax masalan baa xalaala ma helaysid, ama waxaadan helayn barkadii waa dul joogtaaye lacagaad ku gadata ma haysid, bilaashna lagu siin mahay. siday doontaba ha noqotee faqdulmaa'i biyo waayistood xisi baad u weyday oo meeshaba ma yaallaan, ama sharci baad u weyday oo waxaad ku gadata ma helaysid, ama waa kuwa musabalka. walmaradu weeye wasaanii ka labaad, almaradu jiladii weeye, acdaadii aad ka weysaysan lahayd yaad ka xanuunsanta, nabar baa ku yaalla gacantii ama luftii ama wejigii oo biyaha lama taabsiin karo, amba waxaad leedahay gidigaabaad furuq iyo wax lamid oo kalaad qabtaa, oo haddii biyaha la taabsiiyo xanuunka kugu sii kordhahayo. waxaa la yidhaha marka maradkaan biyaha loo diidahayo waxaa la yidhaahdaa mubiixu tayamum. inaad booraysato wax kuu banneeya oo waxa kuu banaynhaya waa maxay, nabarkii waa weynaanhaya, qasas buu samaynhaya, calaamad buu reebahaya, dhaawicii baa kusii badanhaya, xanuun badan buu kugu samaynhaya. intaa midnaba ma ahane xanuun badan buu kugu samaynhaya. intaa mid ka mida hadday ka dhalanaysa biyihii waad iska day, waa tayamumaysaa. jabiiraa meeshii saaran gacan lugtii aad ka weysaysan lahayd ama gacantii yaa ka masaaran yahay ama faashadu ku dhegan tahay, inta fayow markaad dhaqdo yaad booraysanaysaa. markaa wejigii soo dhaq, gacantaa kama hisaaran yihiin, wejigii soo dhaq, gacanta inta kama husaaran yahay ama faashada maahan, inteeda kala dhaq, gacantii kala dhaq, lugihii dhaq, intaadi markaad dhamaysato fayoobay yaad tayamumaysaa ood booraysanaysaa. marka goortaad booraysanaysaa waa goorma, himintaas kama husaaran yahay waqtigii la dhaqi lahaabaad booraysanaysaa, wejigii kaa saaran yahay kamu. intaad booraysataad weysadii samay, ama intaad wejigii dhaqdo ood biyihii iska tashiifisid tayamum, oo wejigii iyo gacmihii ka tayamum intii weysadii ku hartisame, himintaasnaba kale waqtigii la dhaqi lahaa yaad booraysanaysaa. waa lugta oo kale, hadda lugtu waa aakhiru wuduuce, inta saxiixadaa dhaqoo markaa ka bacdi boorayso saasaad samaynaysaa. laakiin ximinka la dhaqahayo boorka ama ka hormaray ama ka dambaysay waa iskuwi, gacanta wixii kaaga yaalla intaad booraysata markaa ka bacdi gacanta inteedii fayoobay dhaq, ama intaad gacanta inteedii fayoobay dhaqdi markaa ka bacdi boorayso. laakiin ximinka boorku bedelka ka yahay waqtigiisi unbaad booraysanaysaa. saas weeyaan boorku. marka waa saasoo markii meesha jabiira saaran tahay iyo markuu dhaawac iska yahay waa isku mid. mar haddii jirra timaado waa la booraysanaya, laakiin meeshaa nabar kale oo kama husaaran yahay, meesha kama husaaran yahay hadday tahay acdaau tayamum, inaad booraysataa wuduu bay kugu noqonaysaa. maca dalika salaadaas waad soo celinaysaa. saas wey ximinta wax saaran yihiin hadday acdaau tayamum tahay, acdaa wuduua kale lama rabo. hadda halkaana faashadu kaa saaran tahay dhinaca ee maxaa weysadi weytina taas, waad iska weysaysanaysaa, waad iskoleysaa boor male taas. allahuma janaaba inay kugu qumta maahan, hadday janaaba kugu qumtahaa ilaa janaabadii baa meesha aan ka dhaqmaynin, marka waad u booraysanaysaa.
حديث لكن جنابة هاي أي ويستها هاي مركعة بوري سنيسة وأعضاء الوضوء نيسة ووتيقة وقعمها وقلبها وماشي ملحة كما سهل هاي انت عم بتكون مكي تهوين كثير هذه لكن أي تهي أعضاء الوضوء ماشي كمه كاساري هاي وحين نغني سينام إنا التداد سعيد لا بد هل كانت كمانتا وكمه كاساري هرت واد ويتيسن انت في يوم بعد نغي وانت بوريسن مركز اتكنيسي سيدي ما كنتو كالك بعد نوات سعيد لسان سعادة مركي بدل كي يما بدل منه لابدي ومغيهم فيه ويسدي وكم غتا ماشي كي بدل كان نقول له سيب مكينا ومغيه محال مركز ضهاراه ولا هم حبل مهم إلا الله بدي هو مغيه ويسدي ومغتاي كي بدل كان نقول له هذا سيب مكهار ومغيه مر هذا يسدى أن نغطوه وين سلادة سعلسة هذا يروى السمين يسوى سعلسة والله تمرك ماشو ما كمه كاس عريا أما فاشد كاجا حرنسة أنت أنك لا صادق لوجه أنت أوفى يودك باريسو سلادة سعلسة من سيرة سدوا هذا المرشل هو رلوت يحدث قبط عن ماشى الله صاري تسوية مدة عن مركه اللي يراه ذو وضعوا عن مركه ماشي كم ما صارنا وضعوا هرت صحيح هذا بق ماشي عن ضعوا عبيها تفسين وقعنتا انت في يوم بق ماشي صحيح هذا هاي بورك تفسين لا بورك وحدي المهي طيب ممكن مصيني تا بورك مرضو ماشي مرو وفلاك بسوية لكن مركه جديرة صارنتا كم سارن يحي او ان بورك هنا تامن كرينين بيه هنا قارينين والله ودي من نوس الجاري مركا إن سوء اليين غني ساسرات هذه أعضاء تيمو ماشي أي تهي وكا والمرض بواجي مثلا بيا يا سببو يا سببو السبب الثاني المرض وي مركي أترن تهي وحين انت كوي سيسل هاي تر كاهاي سو واد بوريسا بوريس كون واسرا والاحتياج وي باهدي الثالث سبب كسدحات الاحتياج باهيو إليه إلى الماء بيه الله باهدي لعضش حيوان حيوان أون تيسنا لو قبا هذي حيوان كصو محترم أو حرمله حيوان محترمة يبيه عبتار قبا هن ما هو تيسني حسنا لو تستمر بنانا ماشي بيوي يلي حول فر بدن أو من بجوا أو تبعان أو سكر هذا من بس ما هو تيسكرتين حتى أديو أنت يلي وتسأل توصل شو مطي يي وحتر ناس أفكار وشو أو كقولان إن بحب وترها يعني مرتي حيوان محترمة أو من وماشي تقول ويسلم ماء والاحتياج باهو إليه إلى الماء لعطش حيوان الحيوان أنك لو بحضي الاحتياج باهو إليه إلى الماء لو بحضي به لو بحضي لعطش حيوان لو بحضي حيوان أنك محترم وحرمان نفلي ونوي وغير المحترم مركا حيوان كمحترم أو لقوي سيسين كريني يمتك لقوي سيسين كرو بوكوشا ينوحو كيري وغير المحترم محترم كغير كي ستة اللحوية لحظة متكمل عادي ماشي بيها وبهن يهي واد تكوي سيسن اي بوري سن مس لحظة وحي عن هاي نوح ومسلا بالنفلة يسه واد بوري سن بيهن عصاقاتي غير المحترم بوكير المحترم كغير كي ستة اللحوية تاركو صلاتي وهي على أولو كالهورة تاركو صلاتي تاركو صلاتي ثلاثة كتغي اي كسل قوتك هاي اصاقو عدنا هيا يتصير ويسن بيها هاي وحبا بوري سن ميسي هدو جحدي وقتك الكاسو هو مرتد ساقاتك والزاني وي كيزن السي المحصن اي حضور السي الى شميده المحصن اي الى شميد اسم فاعل وي لكن مثلا بس دارو اسكي هي ولي اسمه وحا لا يرادا مينك ولا لا لكن كسردان لا يهن لاصق والزاني وي مد كسر ثاني جا او اسو كو اتاغن اد كويتي سنيسو حبختين هي هدو ربه المحصن اي الى شميد وان نقف النكاح حلاله اسو وحكو جماعي قبل يويل مثل دونها هذه مركا كبعد الزينيتي وكيدا حلود لهي اصلا اكثر هذا شو انكم بختين هي يا بيها يسوي سي سنه والمرتد ويكير ردوبي هذه قد ردوبه او اسلام كو كبخنا اصلا اكثر نفسه او دعيسو ايا مثلا بواحد اللي سياق وي سي سنه انا وحبب سينين والكافر ويكي غالوبي قال كهذا الحربيه واللي بتقالم هجي قال في حربي معاهد معها ذمنا معها قال هذا شيء سيء وتبلل لي هذه المهنة وقال هذا قال إذا كده حيو قال كده قال إن كده حيو بس لمن تو كده حيو أصغر بقتين هيا يا دسيا هو يسمى بيها هاجي والكلب أي وي العقور مثلا بقى إيه في الجويها واحد لها أي عقور كعاية واحد لها ها متك ربايا ده معها
oo ugaadha iyo xoolaha iyo beeraha iyo waxaasoo dhan ilaalinhaya kaa maaha, waa mid caguudhaho wax cuna, kaasna asagoo agtaada ku baqtinaya isaga weysaysan biyihii, walkhinziiru waya daanfoolkii baalkaan masale baylkaa dhaadheer la qaarneylka uleeya qaarno ma laha, kaa khinziirka oo daanfoolka la yidhaahdo kaasna weligiisba xurmaasa uma yeesho, weligiisba waa kayru muxtarif, waana nijaaso sida eygoo kale. Eyga marba xurmo yeeshaayo markii la rabeeyo muxtarim buu noqonayaa, laakiin kan weligiisba xurmo ma yeesho. Khinziirkaas waa midkaa daanfoolka la yidhaahdo ama doofaar waxaad tidhahdiidba oo baalka khinziirka oo la taqaano kaasayaada. Faslun fii shuruudi tayamum, tayamumka shuruudiisi waa u fasal yahay. Asbaabta keenta waa saddexdaas: biyo la waayo, marad aadan masale weysadii ku weysiisan karaynin oo ool yimid oo xayawaan uu odman yahay xurmalahu. Saddexdaas sabab baa keenta weysadii. Marka faqdiga meesha aad ka waayaysaa waa halkee oo kale, intee oo kale weyn. Hadda Nairobi waa tan, maalmaalba biyuhu go-ahya oo aadan helaynin. Horta xuduud baa jirta, xad alqawf iyo xad alqurb iyo xad albucdi, saddexdaasay kala yihiin. Xad alqawf waxaa la yidhahdaa hayaay waa laga qabta markaad tidhaahdo meeshii lagaa soo gaaro oo ninka aad uga yeeran karto, marna waxaa la yidhahdaa quluwu sahmi, sahmi la tuuray falaar la riday inta ay ku dhacdo, labadaasba waa la yidhahdaa. Intaa biyihii yaalla waa kuwa gurigaaga yaalla oo kale kama tayamum kartid. Haddii masalanba aysan aadan naftaada u cabsanin, haddaad laakiin naftaada u cabsano biyihii wad kuwaas, laakiin dhexdaa laguu taagan yahay qori dheerihiiba hadduu rabo dhexda taagan oo ku qabsanaya, haddaad naftaada ama maad tuugadii buruxda haydaa ka sokayso ood xaqiiqa u hubto waad ka tayamumin, haddii kale kama tayamumi karaysid. Xadna waxaa la yidhahdaa xadulqurbi, waa meesha qofku ixtiyaajadiisa u doonto. Masalan halkan oo kale markaad maanta degto meesha aad xaabada iyo inta fagaaga ah oo geedkaad waabanaysa alaabtaad uga baahato iyo inta aad ka soo gurato waa ilaa xoogay intaasoo kale, marna waxaa la yidhahdaa nisfa farsa arifoof nuskiisoo kale. Intaas haddaad biyihii ku hubto ma tayamumi kartee, waad aadaysaayo haddaad ku hubto. Laakiin tii hore tawahum xitaa ma tayamumi kartid. Xadulqowska haddaad ku tawahumayso ood leedahay tolo armaal gurigaa ka helaysaa, guriga armaad ka helaysaa kuma hubtid, laakiin tawahum ma tayamumi kartid. Xadulqurbigaas laakiin haddaad ku hubto unbaadan tayamumi karin, ama kuma hubtid waa tayamumi kartaa. Wixii xadulqurbigaa ka sheeya oo nisfu farsaqaa ka shisheeyana shaqaba kuma lihi. Haddaad xitaa ku hubto waad iska tayamumaysaa oo faqdigii bay noqonaysaa. Waka marka wuxuu ku yidhi shuruudu tayamumi, tayamumka shuruudiisa casharatun, toban weeye shuruuda tayamumku waa toban. An yakuuna waa inuu yahay waxaan horta ku tayamumi bituraabi, caro waa inay tahay. Gidaar baa lagu tayamumin iyo masalaba ma geed baa gacan la marsan beedda turaab. Fatayamamuu saciidan dayiban baa ilaahay yidhi, saciidkuna waa turaabka. Marka an yakuuna bituraabi waa inuu yihi, xadiidka cadaynaya isana waa taan soo maraynay, gidaar in lagu tayamumay waa gidaar dhooba waad ku tayamumi kartaa. Gidaarka dhoobada guryaha dhoobadaha aad aragtay oo hadda derkadaha oo dhoobada lagu malaato, haddaad ku tayamumto, haddaan mar wax khaliid kalaha ku jirin oo dhoobadaas wax kale ku jirin oo nuurad iyo sibidhi aanay ku jirin ay dhoobo saafiya tahay, waad ku tayamumi kartaa, wax dhigo kuma jiraan. Marka gidaarkii lagu tayamumaya gidaarkaa dhoobadaaba u ahaa kuwaan kala maya, bituraabi waa inuu yahay waxaad ku tayamumi. Horta geed iyo gidaar iyo maya waa an yakuuna turaabu daahiran, ciiduna weliba waa inay daahi tahay. Haddaanay daahir ahayn oo waa maxay, waa nijaaso ama masalaba waa mustacmal maya, ma gelaysa masalaba tayamum. Waa an laa yakuuna waa inuusan turaabku ahayn mustacmalan, min la isticmaalay turaab la isticmaalay waa inaanu ahayn. Oo waa maxay, caradii waad soo qaasoo wejigaad mari, ma rabo isa gacanti ka marisid wejigii, gacantii ma mari kartid. Laakiin mustacmalkan maaha halkii caradaas ka soo qaaday, meesh dhulkii baad caradii ka soo qaaday, waad marsatay wejigii, gacamihii baad mar labaad usoo qaadaysaa, meeshii lafteeda waad ka soo qaadaysaa, mustacmal noqon mayso taas. Ee waxaa loo jeedaa turaab markii hore, boor markii hore la mariyey meel, ama midkaa la mariyey kii ka soo fanfaniinay, labadaa midna kuma isticmaali kartid, mustacmal buu noqonayaa. Waa laa yakuuna waa inaanu ahayn buu ku yidhi mustacmalan, mid la isticmaalay. Waa laa yuqaaliduhu waa inaanu dheehin turaabka daqiiqun daqiiq iyo wanaxwuhu wixii la mid ah, daqiiqdii burka ahayd ama wixii daqiiqdii shiidnayd noocay doontaba noqotee iyo wax kaloo la mid a sibir iyo nuurad iyo waxaas ajnabiga ah waa inaanay ciiddii dheehin. Shay kaloo ajnabiyaha dhehay maya tayamumku ugeli mahayo. An laa yuqaaliduhu waa inaanu dheehin buu ku yidhi daqiiqun iyo wanaxwuhu, daqiiqdii aad taqaano caadiga ahayd iyo wax la mid waa inaanay turaabkaa dheehin. Haddii turaabkii nuurad baa ku darmatay, sibir baa ku darmay, daqiiq caadi aha ku darantay, maya tayamum ma galo.
ويقصده إنه وقصة شرطية فراق دبايل باب بكو صوصيسي سيقالي وين الوتيقة مركزات الوووبه نبوري واسكرتها يموها يا وضوتي من مرسطة المال إن هذا قصده النظر يسوى قصده فتيمموا قصد اللي آيات ساسي عدين الساس مركز تيممك وقصد سوماها تيممتكم لما فقدتوا لنها ومن فقد الماء تيمموا بالتراب وكيلا عنك شعركها وأنا دي سوى عذيب يرغلني إن أنا في عيني لما فقدوا لنها تسوى ونكتنا أهل الله يجي ونكتنا يرجع أغونت لها مركز هو دانا دي كانت كسوف كين آذيبي نحاجي إلي ومن فقد الماء تيمموا بالتراب نكي بيا وآيا وعره اسكي هذا سوماها عيدوا على يكو تيمموا أنا سيديو كرايا هيسوي يرغوا ونكتن ماهي تيمم كما قصد اللي هذا سيدا درادت فتيمم قصد اللي هذا ليس قصد هين عرض سيكا دعرو ما يا انت علم يس تبي البابك هو سيسي مركات الكوع العلسي ما يا ان يقصد هو وين وقت التراب كاس وان يمسح هو وين ومسح وجهه وجه يسيه ويديه اللي بدي سك عمود بالضربتين اللي بقرا لبد قرا وين اد كانت وجهه كو اد مسحها هل قرا ما يا حديث كاس لا وقتين هيو لبد ضربه كما سحبوا يروا وجهه يا جماعه مركه لكن وها ليرهدا هذا لبد قعمود كسو قاطو او ميدك تكليه وجهه مريصو هذا ولا قاعد يسا تراب كينا بيحدينا عاد مريصو ميدكته واسكك لكن مره بعدين سوق هذا ويد بيحدو سوق هذا لب مره بعد الله سوق هذا لبد ضربه وها لا مارما لكن ضربه يهر وجهه يا جماعه كما ركتا سوي لكن لبد ضربه لا مارما وي حديث كاس داو عديد ويمسح وينه ومسح وجهه ويديه لبقى بالضربة الثانية لبقى راعيه لبقى راعي صوت لبقى قور وينه وسوق هذا ويزيل النجاسة النجاسة دي أول مركب وينه يزيليه مركب وهو الرئيسة وين النجاسة السوليسه أدوم بتركي ستيب كان سحيم هاي مركب وظهارة ضعيفة واستباحه أيضا النجاسة شفته استباحة دي مسلوبي لكن ويسدا أيضا هل كان نجاسة كاقتاله انتاد ويسيسته مركب ويسدا لما يستكبعد النجاسة واسكما يركتا من الصلاة كم تكون كثير، لكن بعد الوضوء والنجاسة كم يركضها، بس هي واضحة كاملة. من دانسة، من مي المسألة تجمع في قوان سلم هاي، إلا أن نشر النجاسة في الوضوء، بس هي واضحة ضرورة. أيضا مانع كلنا، يعني أنصح أي ميس إلى النجاسة هو مانع. ها، مركب مهجري، وأي زل النجاسة النجاسة وين زل يا أول المركب وهو الرئيسة، وأي يجتهد في القبلة لا سفينها، ما له هيسة، تأثر مالين هي. أن يجتهد وينه دلالة القبلة ومركب القبلة وقاده وحو معنا أولا يا شيخ سيدا الله متحير أخ وقبلة يبقرنين الهداء تيممته وي وقت كوكا تيمت أدلالتي إلا واحد الروا تيمم كي ثلاثة إلا إسلاء ربيانه كوان سيح ميت الليل منا أهانه تيمم كواحد الله أقلي مرحة دي وقت وقاله وقت يكون وقت ما تيمم كتير كو انتهى تهوك أول في سيسا تيممته آخر كودا ما يواسطك الكتا وإن الحريري ساح مشر دماء مركز ساو سيئو سا الله أكبرنا سنادي الله يلمسو هذا لن دائم الحد السائم وحبشر دماء مركز مدى ساو أن يجتهد في القبلة كذا كان معها ساكو مانا مركز شراء وكان أن يجتهد وإنه دلاله في القبلة كذا ساء مسألة بواس سنة شر دماء هنتاس بلد كتاب تشرح حركة فيري وأن يكون تيمم تيممك بعد دخول الوقت وإنه يتروى شر دي وقت يقعد قري وإنه يتبكى تيمم يسو sida weysado kan intaas barbun tii weysayso aduunku ku tuka ka samaha asaw markaa waa horta waa markaa waa dhaara daruura waxa laga yaabaa inta ka horaysa hadii jirri jirtay laga shaafiyo haday daahidi iyo jirtay la dirgo hadii biyaar jirtay biya yimaada baa suurooda waqtiga yaaliga inta idin haysa markaa waqtiga wali galinin ma tayma mikasi illa waa ibaado daruura ah markaa daruurana markaa waqtiyadu joogan bay banaaran kartaa dibkeedu markaa joogay banaaran kartaa ayay ku la tayma baad dhul waqti weyn u yahay مرك وقتك كلك بعد تيمك وين وجهي وآية تيمما وين تيممو لكل فرد ثلاثة صفرات وظهر ضعيفة ثلاثة ساكت سفر كنت كتي يا مات دور كي عسك يا مغرك يا دار كنت مركزة هذا أنا كاتب وزن لكن أستجمع ثلاثة فرد كم بكت كتة واحد كلو كلت وقت تاوي حسنا ثلاثة بوين كتوه كل هاي واحد أنا وضع عن كتة واحد كلت كتة لكن لا بفرد ملا هذا ساكت سفر وكاتي ما أنت أدرتين أنا قضيته، دوه كيف أدرتين أنا قضيته، لو تيمو بشر دين قل هيا، مركع تيمو تودوه قتوك كتير، قضيه ساكة إلى تيمو كاكمت كتير، سمع هذا، إياه خد ماذا، هذا خدير تاعي، لو تيمو بشر دوا، لكن هذا مستمع تاعي مدوا كافين، وصوت تيمو تي، خد ماذا دقيت كده وواجد سماها،
khudbada dhagaysateeda iyo salaadii jimcada halkaas tayamum adiga mustamica waad ku dhukun kartaa. ama khadiibka miya hadduu soo tayamumo oo khudbadii akhriyo salaadda waa inuu tayamum labada sameeyo, waa laba farad. marka hal tayamumada waxay la mid tahay duhur iyo casr oo kale. wakaada waa iyo tayamumo waa inuu tayamumo likulli fardi fasulun fii arkaani tayamum ba uu fasal yahay kanuna tayamumka arkaantiisii. markaa muxuu yidhi furuudu tayamumi ruksada waxaa sideedaba waxaa la yidhaha shayga ruksadaas tawasuc ma leh, ee wuxuu leeyahay tawaquf. intii ruksadaa lagu arkay unbaa tawaqufi kartaa. marka ijtihaad iyo basti iyo ilxaad iyo midna qiyaasiyo midna laguma sameeyo shayga ruksadaas, wax lagama qiyaasto. shay kale lama ilxaadin karo sida nusuusta laysku ilxaadiyo, ijtihaad iyo farax laguma samayn karo asaga intiisaa lagu taagan yahay, intii naska ugu soo arooray. marka waa ruksa cadiimo maaha. marka waxaad tidhahdee waxaad arkaysaa dad baa meelaha samayn karaysaa. maantaad magaalada soo gashay, nairobi baad soo gashay adoo socotaa, berri aad ka baxdid baad isleeda berri way kuu suuroobi weyd, waxaad isleedahay berri dambe dhammaantii dhammaysoo ka bax way kuu suuroobi weyd, maalinka maantii dhammaysoo ka bax. mutawaqucuulxaajadaas inta aad tahay haa ilaa 18 cisho wadi karaa ninku hadduu mutawaqucuulxaajo yahay. waxaad og tahay arrintaad u socotid afar cisho inay kugu gaarayso markaad magaalada soo gashaa safarkaagi go. haddaabad isleedahay afar cisho aad joogtid oo hawshaad u socotay aad ogtahay afar cisho inay kugu qaadan magaalada markaad suurkeeda soo gashid safarkaagi waa go-ay, qofka muqiimka aad lamid noqonaysaa. marka wuxuu ku leeyahay wiil gaaraan hawsha dhammaysanaya salaadana waa gaabinhaya, waxba kama jiraan, wax ka jiraa ma jiro. afar cisho unbaa salaada yaad musaafir ahaanaysaa, afar haddaad daafta ma jirto. saas weeyaan ka taga hadda. marka wuxuu ku yidhi furuudu tayamum, tayamumka furuudiisa khamsatu shan weeye, alawalu naqlu turaabi, carradoo soo rarta weeye, ciidda waa inaad soo qaadaa. waataan hadda sheegaynayo qasad baa la rabaa soomaaha, waa inaad ciidda soo qaadto. hadday iyadu ba kugu tidhaahdo maya althaani anniya niya masala bashardi ya rugni ah, maxaad niyaysanaysaa asaga tii aan soo marayno kale maaha fardi iyo xadad midna ku ansixi maayo haddaad niyaysato. haddaad masalan waxaa leeyahy hadaad rafci hadaad niyaysataan ku leeyahay rafc alxadad haddaad niyaysato ku ansixi maayo, markii xadadkii kaama kor noqon waad qabtaa xadadkii. istibaaxo weeye salaadaan unbaad banaysanaysaa, istibaaxaad asaga ku qaas yeelaysaa. nawaytu istibaaxati fardi salaati tayamum baad leeda, nawaytu istibaaxati fardi salaat, waxaad niyaystay salaad farda banaysashadeed waa inaad istibaaxadaas aad ku xirtaa. laakiin haddaad rafcalxadad niyaysato maya waxba kaagama jiraan, xadad miyuu kor yeelahaya istibaaxati fardi salaat. saasaad odhanaysaa anniyatu baa masalan ba yaa kaasaanii ka labaad anniyatu weeye goormaada niyaysanaysaa markaad wejiga saaraysa maaha, naqligaad ku niyaysanaysaa. ciiddiiba gacanaha saa ma u saartay, iyadoo ciiddii gacanaha saa u saaran waa inaad niyada ku soo rarto, waa inaadi kaa fakan ilaa aada wejiga saarto, intaas waa inay niyadi mustaxdar ku tahay. istibaaxati niyadii istibaaxadu gacanahood ku hayso ciiddii ilaa aada wejiga saarto waa inay xaadir ku tahay, dhexda hadday ka fakanta maya ku noqo boorkaas iska jafo markaa soo ga. niyadii waa inaa intaas aamisa, waa inaad ku soo naqliso wejigana aad saarto intaasna ay tisaasho. waxaa waa matalaba waa ruqso oo waxaad leedahay matalaba way adag tahay. naqlu turaabi weeye kan hore dheh carradood soo rarto, althaani anniya weliba naqligaas waa inaad iyo ku soo rartaa, althaalisu rugdiga saddexaad masxul weji wejigood masaxdo waa kii shalay aad soo martay, meeshaa timuhu ka dhashaan qaalibka ilaa garlafeedka hoostiisa min udunin ilaa udunin, intaas oo dhan masalaba kii ahaa ood soo maraysay weeyaan. arraabicu kan afraad masxul yadayni labada gacmood masaxooda weeye ood boorkii ku masaxdo, ila almirfiqayni maca almirfiqayni, ilaadaani qaayadu waa gelaysaa maca almirfiqayni, intii lala qabo labadaas mirfiq lala qabo waa inaad masaxdaan labada gacmood. alka haddaad weyse u tayamumi iyo haddaad janaabo u tayamumi iyo haddii aad jabiro u tayamumi waxaad doontaba labadaba baad ka tayamumaysaa, wejiga iyo gacmahood baad ka tayamumaysaa. mid ciid ku galgalanhayaa niroor maxaa kugu dhacay, markaasuu yihi biyana ma haystay janaabana waa igu qub, marka waa tayamum hayaa boorka umoodahaya sidii qubayskii inay beddel ka tahay maya, janaaba haddaad ka tayamumayso labadaan baad ka tayamumaysaa, labadaan baad ka tayamumaysaa. ee ma ahan meel kale hadda masalan ba haddii jabiiradu halkaasay saarantahay dhinacaas oo dhan baa faashadu kaa saaranta ama dhaawaca janaabaa kugu quntay, intaadii kalaad weysaysatay yaad qubaysatay oo janaabadii ka qubaysatay
جزء كاس دبر كامر كذا تيمم ميسد ماشي بور برين ميس وجهي يا جماعة بطل تيمم ميسا ها سيدنا ويا تيمم وجهي يا جماعة إلى المرفقين اللي جا جارا ده الخامس وكشرات مع المرفقين ويا واتان شال يسوي مرينو الله مركي لا جوا محل ظهار قام انت اسوي الخامس كشرات الترتيب بين المسحتين لو هذا مسحيدات وين المثل بكرة ترتيب سو أو مدي هالرئيسي أو وجهي هذا هر مريسو قام هذا بيسيسو هذا القام هر هر مريسو حبك ما تجيران لي معتبر ما فصل مبدي لا تطيم مك تيمم كواحد بريا ثلاثة تصدح ويجي تيمم كواحد بريا واسدح ما أفضل الوضوء وحي ويسد بريا بريا تيمم نهو نواقض الوضوء سوشالي سوماد مريد نواقض الوضوء إيه أوضن متكمد هذا تيمم هدو كوي ما هدو وكابري قبل جنبية هتابطي سواتين كاقيبة هتابطي واتسي حتي مثلا بواحد لي هذا إيه انتي وشريتو كن غو متكمد هذا كوي ما لان وكابرتي ما أفضل الوضوء دهرت وحي ويسد شبية يا تيم كبيرة شبية والردة جواب بريسة نعوذ بالله ردة بينا وبريسة وتيم ممكن ويسد الله مدماها هدي يغفر ردة وظهار ضعيفة ويسد سوا تيم كي سوا بري وتوهم الماء إلى أين برية بيه أو توهمته إن فإنت يمام لفقده مركي هو ربي الآن هذا ضد تيممتي أساد بي توهمته ويسد تيم كي سوا بري مركي هو أضو بي الآن تيممي يا ضحى ذلك هذا ماشي بابور سوي فتاك هذا بابور كان دي الله يهلا وسورة قال سوما قد قد قشط واحد سيرترو الموحد يا وطا إن تكوغا سماها هذا تكوغا تسكبدا سواهم كاكوغون عي بو يكادر هيا تيمتي وإن أدار سميسا هذا الكوي ذو مركا كبعد سيم داس دي نغونيسا طلب وإن أتسميسو ها مركا محوجري سواهم الماء بي يتواهم كود بابورية انت يماما لفقده بيها لعان تود هذا مركا رؤو تيممي أما مركو روح أدو تيممتين عدش بيها اللوبة هي بيوابة يالي أما مرض بدو تيممتين أعضاء وضوئي يا حنو كاهي أما وحكو قوى جنابه تلك أغا ملك منها نظر لي هذا مركي هو رأى بيها الآن بأو تيممين تواهم كبيوه وكاشو ما يتيمم هو مركي بيها الآن أدو تيممتين ساسو يرده كسو هذا انت تيمم كي صوبة فاصل والذي كي نجاسة دي بوهالك أنكال هيا حدنا وظهار بي كلام مثلا با واحد ليه ضايسة دحاط ظهار بي مثلا با واحد ليه مقاسد دي وضو واتكا صوب احدي تيمم نواتكا صوب احدي هل كان نجاسه ياتكا قليسا واحد كوهر مثلا با مدي لورين تري جنابه غسل الجنابه مركب محو يري والذي كيبو يري يظهر ظاهر نغن ومن النجاسات النجاسو ينكهو ثلاثة تصدح وي نجاسو هي متنجس باورتك لكرا مركو هنا أكرا قال العرض نجاسة وعينة نجاسة العين متنجسنا ووحي نجاسة بي وحي نجاسة وطمانتو وظاهر سماء وحي عن مايع هاي كاحقا سيطو وحي مايع هم وظاهر سماء والله دالين هيا مايع أنبياء هاي بيها نجاسة وظاهر سماء كرا هو محي هدي الله بضيو ويسد يلا قال كوب كي مقس بيها أبا كان كا كا نجاسة بي وحوالي وحباها دالين بركد كشو وي ظاهر بيكون نقر هيا إلا وحولها هيد لافين بيها هدي بيكر اللغو بدي اللوه هاي رواني جاسو مان وحا مايعا إيه أنبياء هاي مضاحي السماء أنا عيدا كبدا با كان جاسو بي مرب كيبا كان جاسو بي وحا مايعا يا كان جاسو بي وادالي مضاحي السماء هاي كو لكن وحي كلو متنجس هو دواء ظاهي السماء متنجس واساحون كيس وحا صوهري نجاسو نجاسة العين مضاحي السلطو سارة لا سوق هذا ما أنت أرنق 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 وبيه بدخل هذه جزء وكتشوف جزء كسوة نجاسة نجاسة العين ما داهي سلطو إلا صدح ذا ماهن صدح ذا هذا وكوش هيك هاي يا داهي السماء أيام ونبحي كو داهي السماء تحويل وبدل ما هي حالة وها ماهن حالة كلهم بدل ما هي مركز ظاهر نغل هي وكا مركز في نجاسة العين ظاهر نغطة صدح ذا لك كتنا الذي كيبو يظهر ظاهر نغل هو من النجاسات النجاسة والجنون ثلاثة صدح وهي الخمر وهي خمري إذا تخلل هذي خلو ذو خل نقطه بالنفسها النفس هذه خمري هذي خل نقطه النفس هذه ونقطه وظاهر ده تل هذي كتاب ما بقى هن مدة الجوش إيه هاي مدة هذي كتاب ما وظاهر سنت ولقي إيه برجي هاره أيا خل كاسة على قد جنشري خمري ولا خميرين هيا جت كاس أنا بكل جراده يا الله قسم أنا هيا
waa la khamiirin. Markaa la khamiiriyo oo isbedesho sida hadda aad aragtay oo burka haweenku markay u khamiiriyaan lugoorahayo waa faaxay oo u karahayo, saasoo kale u karaysaa, markaasaa lagu waaranhayo o lagu sanqaamhaya. Haddii marka khamrigii bahalkii khalkiisaa loo galay iyadoo oo aan sanca lagu samayn oo aan wax lagu darin, inta layska dhigo khamri buu noqday. markuu khamri saa u ahaaba inta layska dhigay buu khal dib u noqday, oo khal caadi ah oo aan lagu waaranayn buu noqday, daahir buu noqonaya. marka iyadoo haddeer nijaasatulcayn ahay bay haddana daahir noqotay soo ma aragtay. ama haddaad adigu bedeshood oo adaa wax ku dardaray markaasay sidaas ku degtay oo karkii iyo waalidii uga baabaaday, taas nijaasay noqonay. waxaan aad ku dartay baa nijaasaynoo khamrigaan markay meesha taallay nijaasatulcayn bay ahayd, sonkor iyo waxbaad ku dartay way degtay. markaa ay degtay ajsaadii markii hore aad ku dartay ee nijaasowday markii iyada ku dhacday yaa dib u nijaasaynay, ayadii mar labaad dib u nijaasaynay, saas weeyaan. marka khamri aan wax lagu darin ee iska khalowday waa tii khalka laga samayn jiray, daahir bay noqonaysaa. wa jildulmaytati, maytada harageediina daahir bau noqon. idaa dubiqa marka la magdiyo neef xoolaha baqtiyey, neefkaa waa nijaasa ajsaadiisa oo dhan, haraggii baa laga soo saaray oo magad baa laga dhiga, daahir buu noqonaya haragga. magadaas marka waxaa la rabaa in laga dhigo maro oo kale, oo hadda haddii haraggaas biyo dib loogu rido waana inaanu qurmayn oo saqalladayn, labada midna waa inaanu yeelanay. qurun kii haraggu lahaan jiro cufuurada ahaa marka la qooyo dambe waa inaanu yeelanay, qolofna waa inaanu noqonay magad, halkaas waa in la gaarsiiya, waa magad maro oo kalea laga dhigahaya. markii magadaa laga dhigo haraggii neefka baktigaa daahir buu noqonaya, macnaha wuxuu noqonaya mara butarajisahoo kale oo markii sidaa loo magdiyo yaa la dhaqi sidii maradoo kale, bis daahir buu ahaanaya. hadda nijaasatulcayn buu ahaa, waa bedelmay soo ma aragtid, daahir buu u bedelmay. marka wajildulmaytati baa asna daahir noqda, idaa dubiqa marka la magdiyo, wama kiide yaa daahir noqda, saara ahaaday xayawaana, wixii xayawaan noqdana daahir ba iyagoo noqonaya. waxaa xayawaanka noqdo daahirka noqo waa maxay? neefkaa baktigaa dixiriga ka dhashoo kale weyn, waa jus ka mid ah ogow, neefkii baa dixiri ka dhashay baktiga ahaa. dixirigaas haddii haddeer masalanba wa markuu wax nool noqdo oo xayawaan noqdo waa mutarajis oo kale, haddaad dushiisa biyasaa ugu daadiso biyahaas aad ku daadisay baa daahirinhaya, markaa wuxuu noqonayaa daahir caadiya. hadda waana jus kasoo gacay maytadii baktigii buuna kasoo gacay ogow oo ka dhashay. marka wamaa saara xayawaana, wixii nijaaso ka yimid oo xayawaan noqdaana daahir buu noqonaya asna, oo daahirkaas yuu noqonaya asaguna, oo waxaas masalanba diqsigaas ka dhashay iyo bahalkaas iyo wixii lamid a, wamaa shaygii baa asna daahira dheh saara ahaaday xayawaanan xayawaan, wixii xayawaan noqday oo nijaasow ka dhashay, wax nijaasaa buu ka dhashay, markaasuu xayawaan asagu noqday naf leh, marba hadduu naf yeeshay daahir buu noqday. waka horta ashyaada nijaasatulcaynka ma daahirowdo saddexdaas mooye, oo saddexduna maxay ku daahiroobeen taxwiil ay bedelmeen oo nooc ay ahaayeen bay ka bedelmeen, nooc kale bay bedelmeen. khamrigii khal bay noqotay, maqaalkii magad maraa buu noqday, midkaan masalanba xayawaan nafleeya buu noqday, taxwiilkaas uu bedelmay ayuu masalanba la daahirmay ka tagada. halka nijaasooyinka anwaacdeedii ka gal, markaa wuxuu ku yidhi faslun fi nijaasaati, nijaasooyinkii ba u fasal yahay. annijaasaatu, nijaasooyinku salaasun, saddex weeye, muqalladatun weeye mid la adkeeyey, wa muqafafatun weeye mid la fiduseeyey, wa mutawasidatun weeye mid la dhexdhexaysiiyey. shaaricaasaa ka dhigay iyadaa masalanba la adkeeyey, yaa adkeeyey shaarica adkeeyey ilaahay baa saas masalanba shaarica yaa adkeeyey, tanna fiduseeyey, tanna dhexdhexaad ka dhigay. marka waxaa tiraahdaa muqalladatun mid la adkeeyey weeye, sharciga adkeeyadoo maxay ku adag tahay? waa midda toddoba jeer oo mid ay tahay weliba masalanba turaab la dhaqahayo. wa mukhafafatun weeye mid la fududeeyey oo waa midda masalanba bawlisabiga ahoo waxay iska daahirsamaysaa qoyn, biyuhu yay daadan be meeshii uu ku daatay, haddaad biyo ku dul shubto yay biyihiiba ka daadane, intaasaa iska kaafiya. wa mutawasidatun mid masalanba la dhexdhexaysiiyey weeye, mutawasidatun mid la dhexdhexaysiiyey oo masalanba maxaa loo dhexdhexaysiiyey labadaas, tanna way ka yaro weyn tahay mukhafafada, taasna way ka yartahay saddexdaas weeye nijaasadu. falmuqalladatu, marka midda la adkeeyey nijaasatulkalbi, eyga nijaasadiisi iyo walkhinsiiri daanfoolka nijaasadiisii iyo wafarcu axadihimaa weeye, labadooda wixii ka farcamay nijaasada eyga waa tacabudi waxaan oo dhan waxa la ysku adoonsaday weeye macquulul macno maaha. marka eyga hadda waxaa la yidhahdaa xayawaanka aada u neefta udgoon buu ka mid yahy, haddana waad aragta oo wataasoo waa la adkeeyey. haddeer dhakhaatiirta waxay ku leeyihin markii la racdeeyey
jeermi aan ciidda maahan wax kale dili karin baa kaliya laga helay eygi markii aad dhakhaatiirta ay baareen ciid mooye wax kaloo dee waho dili kartaa laba arko waa ciiddii sharcigu u xukumay saas wey marka wuxuu yidhi falmuqalladatu talla adkeeyey nijaasatu lkalbi weeye eyga nijaasadiisii maxaa loo adkeeyaan nidhi waxa looga adag yahay waxaa loo adkeeyay laba weji weji waxa weeye khasaaradeeda yaa la adkeeyadoo toddoba jeer oo mar ay tahay ciid baa layaa la dhaqahaya wejina waxa weeye macfi ma yeelato nijaasada kaloo dhan macfi ma yeelataa laakiin taa muqalladada weligeed wax macfiya ma yeelato oo la cafiyey ma yeelato labada wejba way ka adag tahay nijaasatu lkalbi weeye eyga nijaasadiisi iyo walkhinziiri daanfoolkii waa midkaa doofaarka waa isaguna waa isku mid labadooda waa farci axadii maa midkood farciisa ri haddii ay hadda kudo oy neef dhasho neefka waa nijaasu wixii u taabta sida eegoo kalaa loo dhaqaya suuro neef arayaba hala haado saas weeye farcu axadihimaa midkood farciisa oo midkood iyo xayawaan kalaa iska dhalay yatbacu lfarcu fi intisaabi abaahu walumu fi riqi walxuriya wazakaatu laqafi wadiinu laclaa waladii ishtada fi ljazaa'i wadiya wanikaaxu laslayni rijsan wanikaaxu laslayni rijsan wadabxan wanikaaxan walakan waladxiya wakaas aaciidadaasoo kulliyada ah yaa waxa labada shay iska dhalaan lagu dureeriyaa weligeedba farcu waxaa la yidhi aabbaha iyo hooyada nasab sheeska aabbahu ku raacaa in hebel baa weligaa lagu oranaya in hebelood wax kulihu ma jiraan aabbahu nasab sheegadka ku raacaa walumu firiq walxuriya hooyadana xornimadii addoonnimada ku raacaa oo hadday hooyadu addoon tahay ilmuhu iska addoon adigu nasab baa ahow hadday xoriyad noqotana xor buu noqon ilmihii walumu firiq walxuriya haye maxaa ku xiga wazakaatu lakhafi wadiinu lcalaa zakada midka hooseeyo ku raacaa waxaa iska dhalay xayawaan zakala iyo mid aan zaka lahayn kaan zakada lahayn baa la raacay ugaar iyo ribaa iska dhalay waxaa la raacnayaa ugaar zaka ma yeelanayo zakaatu lakhafi wadiinu lcalaa labada diimood midda saraa la raacinoo muslim iyo gaal baa ilmihii iska dhalay muslimkaa la raacin gaal kitaabiga iyo majuusi baa iska dhalay kitaabigaa la raacin hadba kan diinta sarreeya yaa la raacinaya haye waladii ishtada miya waladii ishtada baa la raacinayaa fi ljazaa'i iyo wadiya diyada iyo jazaha jazaa-usaydka hadba midka adag baa la raacin jazaa-usaydka mid jazaa-usayd leh iyo midaa lahayn hadday iska dhalaan jazaa-usaydka kalaha la raacin oo ninka xaajiga hadduu dilo laga qaadahayo ee kafaarada xoolaha laga qaadahayo diyada mid diyo badan iyo mid diyo yar hadday iska dhalaan kan diyada badan baa la raacin haye waladii ishtada fi ljazaa'i wadiya wa akhasu laslayni baa lagu raacinayaa rijsan wadabxan laba asal midka xun baa lagu raacinayaa rijsa nijaasada iyo wadabxan gawraca hadday iska dhalaan wax nijaasa iyo wax daahira waatan aan taagannahay ka nijaasada ha la raacin akhasu laslayni rijsa nijaasada iyo wadabxan gawraca cid gawraceedu banaan tahay iyo cidaan gawraceedu banaanayn baa iska dhalay majuusi iyo kitaabi baa iska dhalay majuusigaa la raacinaya gawraciisu ma banaanaa laleeyi wa akhasu laslayni rijsan wadabxan wanikaaxan walakla waludxiya wakaas nikaaxa mid nikaaxiisu banaan yahay iyo midaysaba kitaabi iyo waxaa iska dhalay majuusi lama guursan karo nikaaxa kan xun baa lagu raacinaya walakla weeyo shay cunistiisu banaan tahay iyo shay aanay banaanayn baa iska dhalay kaanay banaanayn baa la raacin waa dameerta iyo faraska hadda baqasha ayagaa iska dhalaa la yidhahda faraska waa lacunaa la cuni karo waa xalaal dameerkuna waa xaaraan baqasha ayagaa iska dhalay lama cuni karo shay cunnadiisu banaan tahay iyo mid aanay banaanayn hadday iska dhalaan midkaan cunnadiisu banaanayn baa la raacin waludxiya weeyo xayawaan lagu udxiyaysan karo iyo kuwaan lagu udxiyaysan karin baa iska dhalay ugaar iyo ribaa iska dhalay ugaadha udxiya ma gasho nimcoolada keliya lagu udxiyaystaa marka rid iyo ugaadhu neefkaa iska dhaleen kuma udxiyaysan kartid qaacidadaas waa qaacidada kulliyada la yidhaahdo shay laba jinsi oo kala duwan ay dhaleen taasaa loola noqdaa hadhabto xukumkiisa marka waa saasoo nijaasada waa farcu axadihima ey iyo danfool haddii ay xayawaan kale wax ka dhalaan waxaas waa nijaaso hadde lamana cuni karo waa wadogtaa waa kasii babalowle walmukhafafatu mukhafafadu bawlu sabiyi weeye alladii sabigii lam yadcumaan aan quudan kayra labani caara kayrkood walam yabiqu aan gaarin alxawlayni lama sano mukhafafa waxaa la yidhahdaa waa wiilka yar ee aan waxaan caana ahayn cunno ahaan u cunin laba sanana aan gaarin labadaa shardi marka uu helo kaagidiisu waa mukhafafu meeshay kaaga daadato waxaa kaaga filan waad gaari doontaa sida loo dhaqahayo biyahuna aad ku shubto hadday doonto biyahaas yay daadan hadday doonto yay daadan hadday doonaan rashigaas yarkaa oo biyaha aad ku rushayso yaa ku filan
محل لكن شرط يعني وأينه سن حارة وحرائن عناها رعني هذي عنتظر كلا إذا شو تاي وح النغرية كذي عادية مرمر عنتظر والله يلا في وح لوسيا تداوي إياه تفكه بالوسيا عناها الله مسيا نملي ما هن إلا الورد ما يولي اسمه وأينه سن حارة وحنا يفك الماها عنتظر والله يلا لكن عنتظر عنتظر هان إياه تكسر وكنه ولا لوسيا ما هن تفكه بالوسيا يا عناها عناها وفداك كاسوي يمتكلم هو حال لي هذا هاي الله سلام ناصي ماذا قبله ساس معها وحال لي هذا هيك ماذا لو كان دوي وعلى ما وجه مد وح وجه قبله وح يكون كان جارتابا لي النجاس ويكون الظهر يكون كان جارايون ساس كلاط كي سك على ذات قبله ليك بيكون كان جارتابا النجاسة ويكون شهوة وح يكون كان جارا ظاهرة تاوي تاي وح كلو تاي بالي هذا وح بدل تحمل كي سويل قف ولا مويل خوا قادم ساسا شارعه في الزي لكن قبلنا انت بدل الله بقاله مركز لاسا شارعه اساقه في الزي ويك لما لا وجبه والي دادا والمحغففة المدى اللي في الزي بولو سبيه وي حاركي سساس معها الذي لم يدع غير الله بني ولم يبلغ حوله والمتوسطة مدى دحد حيسا والله لا يدع دحد حيسا سايروا نجاسات وحي النجاسة هو نرس كوكي اي يا الضوفار يا وحي كفر عن حقاتي ويك يركع وعن لما سرقاري كاي يسر حقاتي وحي سهروا النجاسة تسوية مالك النجاسة اللفت يا دا مالك أيضا لفت يا دا لحدين ما هو حال ليجده هذا وحال ليجده هذا أرت حيوانكم وحقوك ربحا حيوان إيا غير حيوان إيا غير بوك ربحا حيوان وحال ليجده هذا غير وحال ليجده هذا ده. ما ليس بحيوان ولا أصل حيوان ولا منفصل من حيوان ولا جزء حيوان غير خواك حيوان يا غير باندري يا اشياء عالمكم حكوا ورم بس اوكي حيوان يا غير بكره بحث مركا غير محل يرا ما ليس بحيوان وحي حيوان نفلي اهي ولا اصل حيوان ان انا هي هو من يدو كلمه من يدو اصل حيوان ولا منفصل من حيوان ان انا هي وفضولات حيوانك كسو سخمه سحار يا كايده يا وحا سو دم ولا جزء حيوان حيوان واحد لقى جويله عكس نيف لقى جويله أنا هاي أفر تاسويه أنا هاي باقي اللي جده هذا مركي غير كاس أو ضن مركي اللي يسوق جوجو وحنا غبري هاي وان واطاي واحد نجاسة مال هذا والعوني كمان ما هتيري واكل قار تناول كي واكل قار نجاسة وح أنت تاسويه أنا هاي وح أو هذا كنت أرسان كل نجاسين هيا مسكر معي أهتره وح قيان أو نجاسة باكله wixii qoyan oo nijaasa waan wixii qoyan oo lagu waashade wixii qoyan oo lagu waasho wixii maayaca oo qoyan lagu waasho haday ku tabtaan waa ku nijaasiin marka wixii ma laysa bi hayawani wala aslu hayawani wala juz hayawani wala munfasil an hayawani afarta wixii aan ahayn oo gairka jidig isku geeyo muskir maayaca ma aha inta kala waa daahir halka auto waxa loo timaadaa afartan حيوان اي يا دانفول يا فرع مويه انت كلا واضح جزء اصل حيوان او شهوده وحي انا يا دانفول هاي شهوده اصل كلا واضح جزء حيوان وحي حيوان كسو غاي الجزء المباني كما تتيب عليه هذا حيوانك كسو غاي بعض في الميت حيوان كان هذا وبختيو هذا ظاهر هان لها جزء كان غاي واضح هذا النجاسة أهان لها جزء كان كوجي وان نجاس نف أريها هذا دوادي لقى جوي وان نجاس لا نف كهذا بقدي النجاس أهان لها سما قف بدي آدم هفر لقى جوي واضح هذا كتاب وتو كن جاسين ميس مركي واحد يرى الجزء المماني كم يتسي مركي جزء حيوان نواصلة ولا مفصل عن حيوان بارفك كوتي وحي حيوان كسر صعمي واحد ذكر قال ليس فشي إنه وقصر صعمي هي تغير وسوس صعمة وحي حيوان كرشح وسوس صعمة وأول ظاهر أي ضفارة نهاية ديفك حيوان ديفك اليد اللي أنت وحاس أو نل رشح بالليل هذا وأول ظاهر ديفك حولها ديفك سوا كوداتي اللي أنت سوا كوداتي ديفك سوا تابتي وحي رشح كوسوس صعمة أي ضفارة هي وحي كيما ده وظاهر وحيوان كيما وحي تحويل كوسوس صعمة يسبدل إصلاح يا غير بالله كلا قادة إصلاح وحي كسو سعمي هو عانو كلا واضح إسبدل بالكويمة دي لكن إسبدل إصلاح هوي
waxa kale oo kusoo socmay rashci maaha, tagayur bay kusoo socmeen, isbedel islaaxna maahan oo caara maahan, waa nijaaso, waa fuduulaadkii kale, waa saxaradii, waa kaayidii, waa fulaankii, waa huqaacadii, waxaasoo dhan waxay noqonayaan nijaaso. marka waxay ku yimaadeen tagayur, isbedel bay ku yimaadeen. laakiin isbedelka islaaxa ku yimid waa caanaha keliya, waa laga istisnada caanuhu isbedel bay ku yimaadeen, oo waa dhiig isbedelay soo maaha. laakiin maxay ku yimaadeen? waa tagayur islaaxa, wanaag bay isku bedeleen, kaas waa daahir. inta kale oo tagayurka ku yimaada waa nijaaso. xayawaankano ajsaadiisu saasay noqonayaan. alxayawaan wa aslu xayawaan walmufasilu can xayawaan wa juzu lxayawaan, afartaasuna saasay noqonayaan. wallahi subxaana fii qasli najaasaati, nijaasooyinka dhaqistoodiiba uu fasal yahay. nijaasadii waan soo marnayoo saddex qaybood bay ahayd. waxaan dhihi masalan baa muqallado, taqliidkeedu waa qasligeeda oo toddoba jeer oo marciid ay tahay, iyo cadamulcafwigeedaan dhiriyo ajsaadeedu wax afya aana yeelan, taqliidkeedu waa labadaa weji, iyo mukhafafo waa bawlusabi baan nidhi, iyo mutawasido wixii eyiya doofaar nijaasadood iyo bawlusabi nijaasadiis waxa u dhexeeya. ashyaada kale oo dhan ama fuduulaad ha ahaadeen ama waxa ka yimaada muskilka maaciga ha ahaadeene, wixii kaleoo nijaasaa ilaa labadaan bay noqdaane. markaa muxuu yidhi mid walba zawaalkeediiba halkaa lagaaga sheegin, waxa lagu zuulin. almuqalladatu tan la adkeeyey tadhuru waa daahir noqotaa bisabci qasalaatin, mayriyaal toddobaa bay ku daahir noqotaa. mayriyaalkaa toddobada ahoo bacda isaalati caynaha, caynteeda markii la zuuliyey bacdi geeda, ixdaahunna sabcadaa middood bituraabin ay tahay, macnaha makhluudun bituraabin, carro mid lagu daray ay tahay. almuqalladatu buu ku yidhi tadhuru way daahir noqonoo bisabci qasalaatin bay ku daahir noqonaysaa, toddoba mayri, kow laba saddex afar waa in lagu mayraa bacda isaalati caynaha weeyana toddobadaas weliba. oo qasaalada hore meesha cayn baa ku taallay, marka cayntaasu dhammaato baa kow la leeyay. horta cayntaa ha dhammaato, inta cayntaasu meesha ku taallo weli tira lama gaarin. markay cayntaasu dhammaato oo meeshii ay eber noqoto baa kow la odhanhaya. toddoba jeer marka waa in la dhaqo bacda isaalati caynaha baa la dhaqahayaa, ixdaahunna sabcadaa middood bituraabin ay tahay, makhluudun min la dheehay ay tahay bituraabin, carro daahira yaa lagu dheehaya. waa tacbudiyo saabuun iyo wax kale haddaad ku bedasho ma kaafinhaya. walmukhafafatu tan la fududeeyey tadhuru way daahir noqotaa birashil maay, biyo masalan ba qoyntood calayhaa lagu qooyey, maca alqalabati masalan ba nalala qabo qaalib ahaanshaha biyahaas ay meeshii ka qaalib noqdaan. hadday doonaan yay badaadane meeshii bawlusabigu gaaray, marka biyo wada gaara aad ku dul shubto waa daahir. hadday rabto masalan bayay biyihii daadan, hadday daataanna waaba fadaaka. maxaa shardiya lafteeda inaan masalan ba meeshii cayn ku oolin, kaayadii ilmaha yaroo meeshii ku taalloo qotonta ama ku qoloftay. horta marka hore kaayada inaad dhaqdaa waa laasim. ee markii meeshii aan cayn ku oolin weeye waxa lagu leeyahay biyahaasood ku qoysaa kaafiya, ama cayntii baa meesha ku taalla, caynta waa inaad duulto. saas weeyaan. markaa muxuu ku yihi walmukhafafatu tan la fududeeyey tadhuru waa daahir noqotaa birashil maay, biyo rushayntood biyo qoyntood eh calayhaa korkeeda lagu qooyo, macal qalabati iyo lala qabo biyahaas oo ka qaalib noqday, faax waa inaanay ku gaarine ay shubis lagu shubay ay ku gaaraan. ee qoyaanka faaxiisa aysanayn waxay meesha ku gaarin, iyo wa isaalati caynaha, caynteeda oo la zuuliya in kaanad fiihi. hadday cayn ilmihiisabiga meeshii wiilkii yaraa kaayidiisii meesha ay ku taallo waa in la zuuliyo. walmutawasidatu tan dhexdhexaysatay oo labada qaybood u dhexaysa tan qasiba way qaybsataa, calaa qasbayni bay u qaybsanayana. nijaasadii muqallada iyo mukhafafa wixaan ahayn dhammaanteed isku keeno, calaa qasbayni bay u qaybsantaa, cayniyatun iyo wa xugmiyatun weeye, calaa qismayni bay u qaybsantaa, calaa cayniyatin iyo wacalaa xugmiyatin dheh. ama masalan baa axaduhaa midkood cayniyatun weeye, walukhraana xugmiyatun weeye. middood waa masalan baa cayni baad leedahay oo waa wax muuqata, oo caynteedii sida hadda uu kuu keeni doono kitaabka daatay u muuqataa, ama way udhaysaa, ama haddaad carabka saarto yaad edebi karaysaa. wa xugmiyatun weeye midaan intii midnaba lahay, laakiin meesha inay gaartay waad ogey, halka nijaasaa gaarto waad ogey, intii midna kama muuqdo. alcayniyatu markaa cayniyadu allatii tii weeye lahaa u ahaaday lownun arag, wariixun uray u ahaatay, wadacmun dhadhan u ahaaday, saddexdoodoo wada jiraa jooga ama mid baa jira, waa isku mid, way uraysaa, wayna muuqataa, wayna dhadhamaysaa, waa cayniya.
maya way u raysaa laakiin labadii kale male waa cayniyo way muuqataa labadii kale male waa cayniyo inay wada jiraan shardi ma aha mid ka midu haddau jooga cayniyo weeye alcayniyatu allatii nijaasadii weeye lahaa lownun aragga u sugnaadoo meeshii bay ka muuqataa wariixun oo riixun ur ay u sugnaatoo way u raysaa wa dacmun oo dacmun ur dhadan oo u sugnaaday oo falaabudda markaas loo hortila ama waxaa lagama maarmaana dheh falaabudda waxaa lagama maarmaana min izaalati lownaha midab haddau jiray midabkeedii zuulintiisii wariixiha matalanba wa min izaalati riixha urteedii zuulinteedii wa dacmiha wa izaalati dacmiha dhadankeedii zuulintiisii intuba waa malaabud haddii cusri yimaado tacasur iyo tacadur baa jira tacasur iyo tacadur waxay kala yihiin nijaasadii in la gooyaa waa cudur towday meeshii dhiig baa gaaray waa dhaqday waa goy waaye waxaad u kaalmaysanaysaa wixii aad isleeday waa goynhayaan oo caana saabuuntii iyo wixii la mid ahaa yaad ku dhaqaysaa saabuuntii baad ku dhaqday waa goy waaye in meeshaba la gooyo mahar ma go-ayo tacadur baa la yidhaha waa la iska daynaya tacasurna waxaa la yidhaahdaa way adag tahay nijaasadii meesha gaarta inay goodo inaad wax u kaalmaysato maahane ma go-ayso oo ama saabuun aad ku dhaqdo ama wax la mid ah waa tacasur markaas waa culusta waad ku dhaqaysaa wixii nijaasada ahaa wixii goynhaya inaad u adeegsataa wujuub bay noqonaysaa tacasur baa taa la yidhaha way adkaatay marka wixii zuulinhaya yaad raacinaysaa tacadurna nabas buroobayso in meeshaba aad goysa maahane ma dhammaanaysa taa waad iska dhigi oo waa midabka oo kale dhiiggii baa meesha ku yaal saabuun kasta haddaad ku dhaqdo ma go-ayso waxaa la yidhahda horta marka hore saabuuntii ku dhaq haddau goodo waa fadaaka haddau goy waado markaad aaladii u adeegsato haddau goy waayo wuxuu noqonayaa tacadur wax cudurtoobay buu noqonayaayo waad iska dayi sidaadaasaad kula tukanaysaa saas weye markaa wuxuu ku yidhi izaalatu masalaba lownaha baa waajiba deh falaabudda waxaa lagama maarmaana min izaalati caynaha baa lagama maarmaana min izaalati lownaha de midabkeedii oo la zuuliyo iyo wariixa urteedii oo la zuuliyo iyo wadacmiha dhadankeedii walow biwaasitati alkhayr baa la yidhahdaa wax kaleba u adeegso oo biyihii keliya ma goynhayaan in wax kale lagu dara maana wixii kale aad ku dara wax kale haddii lagu dara ma go-ahayaan waad iska dayntaas waa tacadurkii wakaas walxugmiyatu xugmiyo allatii nijaasadii weeye laa lowna midab walaa riixa ur walaa dacma dhadhan lahaana u ahaanin xugmiyo nijaasadii meesha waad gaartay waad ogta midabkeedii ma muuqdo ma uraysa haddaad uriso carabka haddaad saarta mamatalba ma dhadhamayso oo nijaasada carabka in la saara ma bannaanta haa markii la rabo in lagu ogaado oo saan oo kale ay tahay haa waxaad rabtaa nijaasadii inaad dareento maradii way kaa gaartay ma urayso mana muuqato inaad ogaatid baad rabtaa carabka waad saari kartaa si aad u ogaata meeshii nijaasada haa saas weeye ee nijaasada afka lays nijaaseeyo oo xaaraamta ama jirkaaga in lays nijaaseeya waa xaaraam waa markaan cudur imaanin cudur baa yimid oo nijaasadii lagama maarmaan bay noqotay inaad samayso waa saas oo kale waa dhib ma laha aa waana ka luqluqan markaas haddii aad meesha ku dareento walxugmiyatu allatii tii weeye laa lowna midab lahaana u ahaanin midab male walaa riixa ur lahaanay u ahaanin walaa dacma dhadhan lahaanay u ahaanin yaktiika waxaa kaaga filan jaryulmaa'i baa kaaga filan biyo dureerintood calayha korkeeda aad ku dureeriso xugmiyadaas inaad biyaha ku dureeriso yaa kaaga filan ilaa wax la gooyo male meeshii nijaasaa kaa gaarto waad wey midab kama muuqdo ur male dhadhan male wax la gooyo hadda la dhaqo male biyaha ku shub laakiin biyahaasu waa inay ka dureeraan oo ka daataan oo wada gaaraan tii sabiga oo kale lama rabo sabiga ayay dureerin bee biyuhu waa inay wada gaaraan laakiin tan biyuhu waa inay ka daataan saas weye xugmiyadii ka tag had nijaaso halkaa way muuqdo qaybteeduna saddexdaasay ahayd sideeda waxay ka timaadana waa taan soo xadaynayo waxaan idhi khalqiga oo dhan wax kasta oo jira xayawaan iyo kayr baa loo kala qaadin markii wax kastoo jira xayawaan iyo kayr loo kala qaado waxaan idhi kayr maxaa la yidhaahdaa maa laysa bixayawaanin walaa aslu xayawaanin walaa juzu xayawaanin walaa mufasilan can xayawaanin afartaa wixii aan ahayn baa kayr ah xayawaan wixii aan ahayn nafli xayawaan asalkiisa aan ahayn oo shahwadoo kala xayawaan jus ka go-ayna aan ahayn xayawaan wax kasoo infisaaray oo fuduulaadka oo kalena aan ahayn intaa wixii aan ahayn baa la yidhahdaa kayr kayr oo dhan isku geeyo ey iyo madbahalka waxaa leeyahay muskir maayaca maana waxa kale waa wada daahi wax kaloo nijaasa male muskir maayaca un baa nijaasa wixii lagu waashaqoyana yaa nijaasa ka ah inta kale wax nijaasa male
جامدادka kale ashyaada kale waxa kale oo dhan soo ciiday dhagaxay geede waxa isku geey wixii lagu waasho qoyo baa nijaasa oo khamri iyo wixii la mid ah xitaa xashiishada waa xaaraam in la cuno laakiin nijaasa maaha oo hadday qoyaanku ku taabato ku nijaasayn maysa khamrigu laakiin hadday ku taabato ku nijaasaynaysa marka muskir maaya abaa keyrka nijaasa ka maaha markii lagu yidhaah intaasaa nijaasa ka inta kale inay bannaan tahay hau milicsani markii hadda lagu yidhaahdo xashiishadu nijaasa maaha in la cuni karo maaha xagga tanaawulka qaadashada waxaa la yidhaahdaa yaxrumu shayu ima linijaasatihi waima liistidaarihi waima lidararihi fi lcaqli aw lbadan cunista marka laga hadlahayo waxaa la cuni karo waxaa la yidhahdaa shayga in la cunaa xaaraam ah maxay xaaraam u tahay ima linijaasatihi inuu nijaaso yahay waa kuwan hadda aan marayno kale waa xaaraam in la cuno nijaaso waima liistiqdaarihi waa mustaqdif waa wax la qurubaysto waa candhuuftaa qofka kale waa diidkiisa waa xaakadiisa ilintiisa shahwadiisa waa wada xaaraam waxaas oo dhan oo waa maxay waa mustaqdif de allaahuma inuu yahay zawjaanka oo kale ama tabaruq baa la yidhahdaa zawjaanka oo kale candhuuftood xaaraan maaha oo zawjadaada candhuufteeda haddaad hadda afkeeda dhunkato ama carabkeedaba aada nuugto iyo wixii la mid a oo candhuufteedu ku gaarto ama taadu gaarto dhib male zawjaanka oo kale candhuuftu xaaraan maaha tabaruq hadday tahana waa sidoo kale oo shiikhaagii oo kale ama nin wanaagsan oo la tabarugaya candhuuftiisii yaad cunaysaa ama leefaysaa ayana nijaaso maaha oo sidaad ogeyd hadda saxaabadu nebiga caliyadiisa ay u kala goobahayeen sidaad ogeyd marka hadday tahay calaa waji tabaruq ama zawjaanka oo kale nijaaso maaha laakiin qofkaas kale xaakadiisa iyo caliyadiisa iyo diifkiisa iyo inaad iska cunto waa xaaraam waa mustaqdir waimaa liistiqdaarihi weeye waimaa lidararihi fi lcaqli aw lbadan ama waa wax badanka iyo caqliga dhibahaya ayana waa xaaraam in la cuno shaygu caqligaaga u dhibahaya waad ku waalanaysaa waa xashiishadaha iyo wixii lamid oo kale oo lagu waasho waa xaaraam inaad cuntaa jirkaaga u dhibahaya ciidda sadda iyo dhagxanta inaad hambataa xaaraam weyn marka waa oo ku dhibahaya soomahan oo badankaagu dhibahaya marka xagga tanaawulku asagu waa qayb taasoo yaxrumu tanaawulu shay imaa linijaasati waimaa liistiqdaarihi waimaa lidarari fi lcaqli awil badan sawxadkaasuu leeyay saddexdaa midkoodba ula xaaraam noqda nijaasada iyo marka iyo tanaawulku isma laha tanaawulka ka caamsan oo qaadashada cunista caamsan oo nijaasada ka caamsan oo haysa oranin wax mar haddaana nijaasay ahayn in la cuni kara soo maaha maaha wax badan oo nijaasa ahayn baa la cuni karay ciiddaas nijaaso maaha inaad cuntaana waa xaaraam marka tanaawulku asagu waa qayb kale oo dhinacaasu ka yimaadaa ka tahay hadda ashyaadii marka waxaan yidhi wixii kayra waa saas xayawaanna maxaan yidhi xayawaan oo dhan waa wada daahir kayr waxaan yidhi muskin maaya cakliya nijaaso ka xayawaan oo dhan eey iyo daanfool iyo wixii faracoodaban baa nijaasaa inta kale waa daahir oo hadday qoyaan kugu taabtaan ku nijaasayn mahayaan aslu xayawaan waa manida oo wixii aan eeya doofaar manidooda ahayn waa daahir baan nihi jus-u xayawaan xayawaan juski ka go-o baktigiisu la mid shaygaa hadduu baktiya haddii uu nijaasan yahay juska ka go-ina waa nijaaso haddii hadduu baktiya uusan nijaaso ahayn oo waa bani aadamka iyo samaga iyoiyo maabaalkii iyo jaraadka oo kale juska ka go-ay nijaaso maaha aljusu lmubaani kamaytati baa la yidhahda walaa mufasilun can xayawaanina waxaa nidhi xayawaan wixii ka soo infisaalay waxaa loo kala qaadahayaa rashxi iyo taxawul hadduu rashxi uga soo infisaalay waa dhididkii xayawaanka waa diidkiisii waa candhuuftiisii oo kale waa ilintiisa rashxi baa kuwaa la yidhaahdaayo waa daahir baa nidhi taxwiil hadduu yahay oo wax isbedelay uu yahay waa fuduulaadka oo hadduu islaax u taxawulay oo waa caano oo kale dhiig buu ka taxawulay oo caano u noqday islaax buu u taxawulay waa daahir hadduu maakuul yahay waa markuu maakuul yahay buu daahir yahay hadduu kayru maakuul yahay daahir maaha haddii uusan islaax u taxawulin ama kayru maakuul uu yahayna ee maxaa u taxawulay istiqdaar buu u taxawula waa kaadidii iyo xaarkii iyo huqaacadii iyo kuwaas ama islaax buu u taxawulay waa kayru maakuul waa nijaasaa nihi walaa mufasilun can xayawaanina saasuu noqonaya marka ashyaada nijaasa ka timaadana intaasay kugu xadaysan yihiine halkaa la aad ka tag wixii oo dhan baa in yar baa lagugu soo koobay soo maaha faslun halkaa fi lxaydi xaydkiiba uu fasl yahay xaydkiiba uu fasl yahay aqalu lxaydi yowmun iyo waleylatun weeye cilmiga adduunka o dhan cilmiga jamciya waxaa la yidhahdaa cilmiga cilmi fiqiga weyn saa daraaddeed waad gaari doontaa haddaad sii joogta haddii ala yidhahdee haddii qofka aad tidhaahdo waxaan xoolahaas ku waqfay dadka dadka ugu cilmiga badan fuqahada keliyaa haddii ninku dardaarmo uu yidhaahdo dadka dadka u cilmiga badan baad xoolahaygaa u dardaarmay fuqahadaa la siinaya
محدثينتا إيه ومفسرينتا إيه علم الآلالة يكون أشغلك إيه لما هيا بلك علمك علمك أدونك أو مبضل وحور مجمعيه وعلمك فقهيها نصوص ودن أستغي سوق لهيا مركا أنك بركوا فقهيها وحكرون أفراد وسوق لهيا لكن هذا الفقهيها حافظك استعدادت هاي وحاقوا بلاش لما نتلاقي بدنا لح يسوق للنساء ساسبي مركا مهو يرده أقلوا الحيد ده حالك الحيد كيبا لقى لهيا أقلوا الحيد حيد كان غير يوم مالين يوم والليلة الهبين وي وغالبه انت وبلنا ست لح او سبع تدوى وي سيدا غالب كوا واكثره انت عانو دافنا 15 يوم وي انت سيكو واحد يسين وحوك الى لا اقلو الحيدي يوم يوم والليلة وي قبل يديك بيسكو عركتي وقبل سيالكي سنو حدا عصام مرتي جارتي هبين يمالين مقاريني ساعة ويسكو عركتي وواكو قول حيد ماهر وقدم الفساد كله وينو هبين هي مالين سعراء هكذا كوكو لكن وقت يا هذا بالسكوير كيتي هبين هي مالين وينو كيرا وحي كير حكم حيد بصين معي وقدم الفساد صلاة به وقت يا سواك واجب إن انت يسكر غلا سلالة تكتين غريسة صوم كيدي ويسوم انت قبل انو هوينك وكود عانا وقليح عمت الضباء سيدا قالب كاقودها اما الليح عشو هيا عمت الضباء عشو انت قالوا نافي كرمنا واشان هي تمان عشو زدح لاس حد قول لي شان هي طبعا شهادي ديكي قبل الدافو استحاضه وياه حكم استحاضه قادر يساي حكم حي ويكتي وكا مركا مخوير اقلو الحيد يوم يا والليله ويه قبل ديك حيك انت وهي انت وير وافر يلا تكا ساعة وغالبه سلا قبلها او بدن او سلا او قفتا انت بدن 76 وي تضبع شو اما لح عشو يا انت بدن هويك او قفتا واكثره انت ان ضافنا 15 يوم ويه شان هي طبعا عشو بالليالي مع الليالي هم إن الليل لا رقبه تتبع يخص من هذه النتونة تتبع هواك عالمك هي جنسية لها كلا دوان أصلا هي أزمان تكلا دوان وماشي كل إلها هي ماشي قبل بها أنت أصلا بقى تتبع الوسمي سداري نقص مرك أوه نقصي استغراء تامة أصلا سدار سوق سوقي استغراء وحيالا سار وكلا ما شرع وادك سدار شيء واحد ليلا لا مرك شرع وحدين أو شرع عضو أنت أصل حدا وسمي لوغدنا اسكو حدا اسميني يا عرفي لا لا تتبع عنه كان لا لا هي هذا تم مغليسين ونن با وجلادين توحيد كصدح له استغرو كسغنا تتبع بو كسغنا هي توحيد قران كالهي ومن با وكه الله او توحيد بو واه واحد لحديه شرعي حديه واه تتبع يا استغرو واحد هي واه ورا كان من ماها استغراه واه لو واحد هي واه سانو كلا شرعي هو شغل لكن حد مشي له لوغد لا لا هي لوغد حد كبرها مركاس عرفي لا هذا هي هذا واحد القرآنية قفكي مال إلى عشان وحكا حدا كعانت هلا قويو مال حفدي سام قفكي وحكا حدا حفدي محال نظر هي مرك عرفي قال الآن لعكت مال بالقو حفديا بركة مال بالقو حفديا حولها مال بالقو حفديا شايبة وحبا حفدوا بركة عرفي قال الآن هي شرعك حدكم لها شرعك كلية وحو حدي شايدينو مثلا با إلى شيء هاي وصل ضيعني لكن محال ضيع محاسة مثلا با حفديا لو أحل الآن هي عرفي مركا شيء شرعي وانا كحد اثنين لو غدر كحد اثنين يا تتبع هي استغراه لو هذا شيء مركا وشرعي كحد اثنين هي استغراه شغله قبل هي تتبع شرعي بحديث توحيدك شرعي قرانك ما وحو كان لا انت توحيد بها سوما يا حديث مركا واحد استغراه شغله قبل هذا وكا اقالوا الحيد بو كير يوم يا وليله وغالبه انت او بدر هويك او كدعنا 76 وي واكثره انت انو دافي كلنا 15 يوم وي شان يا طبعا ايامود بالليالي هم ان الليل لا لقبه شان يا طبعا مركي غبدي ديغي كدافو وا مستحيل مستحاضه ويه ما هن مثلا بحايدو حب مستحاضه قادنسا او مركاسا وها لورنيا ان اي حفتي سنت هاي مثلا ديغو انو اسكو نوع يحي انو كلا دوان يحي إن مثلا با هذا هو سكنوع يهي عالبي هرائي قرن يسو بيش الميش وقد عجري دي قويو انتي أيام هذا وهين شرين اي قرن يسي اينك حكم كده رو استحاضة او مركي تحيو استهينا مركي وحق قرن يسان عالنا دي بلوعني مركي انا وحق قرن اينا وحال ورك حاينو في الوضع وظاهينو في العبادات وتتصل لكل فرد او مركي سيقدر مضاه وح ليك جنا يسان كلا سوعي وقت يدي هرانا عن القرني مركي حكم استحاضة لي نريد بو هذا يهدو شريه طبعا نافو أقلو ظهري ومركا كجرى هذا الظهر أنت وياه وبين الحيضتين اللي بدل حيضون حيسا 15 يوما ويجي وغالبه لكن أنت بدل 24 يوما ويجي أو 23 يوما ويجي ولا حد اللي أكثره بدل أنت لكن حد ملي وحو كجرى
gabadhii dhiiggii waa ka go-ay, dhiig dambana waa ku dhacay. intaa u dhaxaysa 15 cisho ugu yar. haddii gabadhii 15 cisho maalintii dhiiggu ka go-ay, maalin ka sok iyadoo 15 gaarinay, tira haddana dhiig baa igu dhacay, waa beenteed. hadday run noqotay dhiiggii isku aragtana, waa istixaado ku dhacday, ama waa dumulfasaada xayd maaha. xukma xayd la siin mahayo. 15 kama yaraan karo duhri. inta ugu badanna muxuu ku yidhi, waa 24 ama 23. inta aanu dhaafi karinna xad maya taas. waxaa loo jeedaa hadda dhiigga intee ugu badan baa neh 15 ma dhaafaa neh. laabud naagtu halka bil ah 2 jeer dhiig ma wada heli karto. marka waxaa la qiyaasayaa bishii ma ku dhacay, yoomiyo waleylow ku dhacay, 29 kale waa inay daahir ahaato, 7 cisho ku dhacay ama 6 cisho, 23 kale ama 24 kale waa inay daahir ahaato, 15 buu ku dhacay, 15 kale waa inay daahir ahaato, 15 marna kama yaraan karo. 15 duhri ka yar ma jiro. markaasuu wuxuu ku yidhi, aqalu duhri dahaara inta ugu yar oo baynal xaydatayni labada xayd u dhexaysa 15 yoma weyn, 15 wax maya kama yaraan karo duhrigu. tatabucu saa ugu sugnaaday waqaalibuhuna 24 weeye aw 23 yoma weeye. oo waxa weeye waataana deer soo nimid dhiigga waxaa u badan 6 ama 7 ilix cisha gabadha inuu hayo ama 7 inuu hayo yaa qaalida. markau 6 cisho hayo 24 kaloo bisha waa daahir, markau 7 cisho hayana 23 bisha oo saarti waa daahir. sida qaalibkaa saas wey, sida haweenka qaalibka waa waa sidaa wa aktharhu dhe. marka inta ugu badan walaa xadda li aktharhidi, badnaantiisuna xad ma leh. waxaa laga yaabaa gabadha inuu 3 biloodba markii ku dhaco, sanadkii uu marku dhaco, inaanuba ku dhicin oo dhiig ba aanay helin. in la odhan karo intaa daahir duhrigu ma dhaafo ma jirto. mar buusan kuba dhacay, mar bay 2 biloodba mar dhiig helaysaa. faatimata zahra gabadhii nabiga hadda zahra maxaa lagu baxshay, dhiigba ma heli jirin. zaharada dahaaradaas bay ahaydoo waxay ka dahirnayd dhiig oo dhiigba kuma dhici jirin. way badan yihin haweenka saas oo dhiigba ku dhicin, ama 2 biloodba maruu ku dhaco. marka xagga badnaanta duhrigu xad male. in la odhan karo intaa dhiig dahar duhrigu ma dhaafo, oo gabadhu haddii hadkaa gaarto in la weylo weyn dhiig ku dhaca, in la odhan karaa ma jirto. maxaa laakiin qaaliba